طيب، هو زي ما بنقول يا جماعة، الموضوع بتاعنا النهاردة اللي بنتكلم فيه عن موضوع كبير اسمه البرفورمانس بيست ديزاين، اللي من الموضوع دوت فيه حتة صغيرة منه اسمها البوش اوفر اناليسيس، فالاثنين جزء لا يتجزأ من بعض. البوش اوفر اناليسيس هو حتة من البرفورمانس بيست ديزاين، زي ما هنشوف بقى في المحاضرة بتاعتنا ونفهم الموضوع ده إن شاء الله. دلوقتي الموضوع يمكن صعب جدا، مدى صعوبته أو سر صعوبته إن الموضوع لسه جديد، ما فيهوش شغل كتير، ما فيهوش ابحاث كتيره، ما فيش كتاب هتروح تقرا فيه هتلاقيه بيفسر لك موضوع البوش اوفر اناليسيس. كل السورس بتاعك في موضوع البرفورمانس بيست ديزاين اللي هنشوفه هنعرف يعني ايه دلوقتي، هيقول لك ارجع بقى للكود، الكود الامريكي، ارجع للاي سي اي، ارجع للفينا، الكلام ده كله ما فيش سورس تقدر تفهم منه الموضوع بالتفصيل. فعلشان كده هيكون الهدف ان شاء الله من المحاضره بتاعت النهارده ان احنا نعرف يعني ايه برفورمانس بيست ديزاين، يعني ايه بوش اوفر اناليسيس، هو ليه مهتمين قوي بالموضوع ده؟ لان انا فاكر الكلام كويس جدا انا قلته السنه اللي فاتت زي ما قلت لكم في المحاضره اللي اتعملت في عين شمس، قلت لهم الاتجاه دلوقتي في كل الاكواد العالميه ان يغير النظام التصميم بتاعه كله، يقلب بقى الاكواد كلها دلوقتي هتقلب على موضوع البوش اوفر اناليسيس او موضوع البرفورمانس بيست ديزاين. وفعلا انا هقول لكم معلومه يمكن يشاء القدر ان هي تحصل امبارح علشان تبقى المحاضره النهارده، انا جالي تليفون امبارح من حد في مركز بحوث الجونة قال لي عايزين نعمل برضه ايفنت او محاضره او حاجه كده ولقاء مع اساتذتنا اللي هناك علشان نتكلم برضه بموضوع البرفورمانس بيست ديزاين، علشان الكود هيبتدي يتعدل ويتغير الوضع بتاعه، وهم بالفعل ماشيين في الاتجاه ده علشان تبقى الكود دلوقتي ماشي بموضوع البرفورمانس بيست ديزاين. والكلام ده احنا قلناه من سنه، قلنا يا جماعه كل الاكواد اللي في الدنيا دلوقتي خلاص بقى هنبتدي نترك شويه الطرق اللي شبه تقليديه بالنسبه لنا، الايكويفالنت ستاتيك والريسبونس سبيكترم والكلام ده كله، هنبتدي نروح في اتجاه ثاني خالص وهنعرف ايه سر بقى تميز الاتجاه ده. فعلشان كده بنقول يعني يهمنا ان احنا كهندسه المطريه بالشباب اللي معانا، او يهمنا احنا حتى HUM ستودنت شابتر اللي هم الشباب بتوعنا، نبقى احنا دايما سباقين في الموضوع ده ونبتدي نكلم حضرتك فيه علشان يبقى احنا اللي لينا الاولويه، بحيث ان احنا نقدر نخوض في الاتجاه ده، لان دايما لما بتسبق انت او يبقى انت متقدم خطوه اكيد بيبقى ليك الافضليه لقدام. فان شاء الله يكون بقى الموضوع مجدي ونقدر نوصله بالطريقه اللي احنا متخيلينها. طيب هنبتدي بقى في الموضوع ان شاء الله بتاعنا. احنا طبعا الاوتلاينز او المواضيع اللي هنتكلم فيها هنبتدي بمقدمه، وهنعرف دلوقتي الفرق ما بين الفورس بيزد ديزاين والديسبليسمنت بيزد ديزاين، اللي بينهم هنروح بقى لحاجه اسمها البرفورمانس بيزد ديزاين، وهنتكلم في عجاله عن الطرق اللي بتستخدم في السايزميك اناليسيز، ان كانت الايكويفالنت ستاتيك، ان كانت الريسبونس سبيكترم، ان كانت التايم هيستوري، او ان كان البوش اوفر اناليسيز، وهنشوف الفرق ما بينهم ايه. وبعد كده بقى هنشوف هو ان احنا ازاي نعمل اصلا بيرفورمانس ايفالويشن لاي مبنى، ازاي اقيم اداء او السلوك الزلزالي لاي مبنى موجود عندنا عن طريق البوش اوفر اناليسيز. وهنعلم برضو حضرتك ان شاء الله خلال المحاضره ازاي تنفذ الكلام ده على اي سوفت وير من السوفت وير المتداوله معانا، زي من اي برنامج من برامج السي اس اي، ان كان الساد، ان كان الاتاب، ان كان الكلام ده كله، ان شاء الله هنشوف الكلام ده هنعمله ازاي. فخلينا نبتدي ان شاء الله الكلام كده بتاعنا. تعالى نبتدي بقصه كده بسيطه. القصه يا جماعه اللي احنا هنبتدي بيها القصه دي بتقول اول لما ابتدوا يفكروا ان هم يدخلوا ان احنا عايزين نصمم منشأ على احمال الزلازل، كان بيفترض او كان بيقولوا ان احنا علشان نصمم مبنى البرفورمانس بتاعه كويس لازم نقدر الحمل اللي بيأثر على المبنى ده كويس. يبقى كان بيعتقد في البداية ان السبب الرئيسي لدمار اي منشأ هي الفورس، وقالوا خلاص احنا علشان نصمم المنشأ ده وعلشان نخلي البرفورمانس بتاع المنشأ ده كويس احنا لازم نقدر الفورس دي كويس. وبناء عليه راحوا كأول انديكيتور لتقدير الفورس على المباني اثناء حدوث الزلازل، قالوا خلاص احنا المؤشر الاولي بالنسبه لنا احنا هناخد ان البيش شير اللي بتاثر على اي مبنى هي 10% من وزن المبنى. فعلا في البدايه كان الكلام كده، تروح حضرتك تشوف وزن المبنى تاخد منه 10% تحطها كبيش شير توزعها على كامل المبنى وتصممه على القوه دي. طبعا الكلام ده يا جماعه كان ساعتها
ما كانش فيه للاسف غيره، ولكن الموضوع ده كان سيء جدا، لان قيمه 10% من وزن المبنى ده رقم مبالغ فيه جدا بالنسبه كمان للهاي رايز بيلدينج او الايه او المباني العاليه. فجم بعد كده قال لك طيب، ابتدى بقى انتشر علم الجراوند موشن والحركات الارضيه، وابتدوا بقى يعرفوا ان السايزميك ويف دي بيحصل ايه وبيحصل فالك في الارض، وعندي موجات وعندي دايناميك كاركترستيك وحاجات بتخش معانا في الاعتبار. فلما انتشر علم الجراوند موشن ده ابتدوا يقولوا خلاص ده احنا لازم ندخل الدايناميك كاركترستيك بتاعه المبنى معانا. ما ينفعش ان انا علشان اقدر الحمل بتاع المبنى او علشان اقدر الحمل اللي هيسببه الزلزال على المبنى ان انا اقول والله وزن المبنى كذا اخد 10% وانتهى الموضوع. اكيد الموضوع ده كده مش صح. فبالتالي لما انتشر بقى علم الجراوند موشن ابتدوا ساعتها ادركوا حقيقه غايه في الاهميه، ودي مربط الفرس في الكلام بتاعنا. الحقيقه دي بتقول ايه؟ الحقيقه دي بتقول ان المنشآت المختلفه بتستجيب بطرق مختلفة بالنسبة لنفس الزلزال. يعني ايه المنشآت المختلفة بتستجيب بطرق مختلفة بالنسبة لنفس الزلزال؟ احنا قلنا يا جماعة ودايما كنت بقولها في المحاضرات مرارا وتكرارا ان الزلزال عمره ما كان فورس. الزلزال عمره ما كان فورس، الزلزال عبارة عن حركة. مش بيولد فورس على المبنى. وبعدين علشان اقدر او علشان اتعامل مع المبنى ما اروحش اقول لك احسب الفورس اللي بتاثر على المبنى، لا اروح اقول لك شوف استجابه المبنى بالنسبه للزلزال. لان انا بقول لك انت ممكن زلزال واحد ياثر على مباني كتيره، ولكن الريسبونس بتاع كل مبنى يختلف من مبنى للتاني. طب ومن هنا دي ممكن نطلع منها بايه؟ نطلع منها ان انا لازم علشان اقدر الحمل كبش شير، الحمل اللي جاي من الزلزال، لازم ادخل الديناميك كاركترستيك معايا في الموضوع. يعني التايم بيريود بتاع المبنى ده ملوش دور، ده اهم حاجه في الديناميك كاركترستيك هي الزمن الدوري بتاع المنشا. وبالتالي ابتدوا يدخلوا الزمن الدوري للمنشا كقيمه لازم تخش في حساب البشير لاي منشا، وده اللي تم بالفعل. يعني لو رحنا مثلا على سبيل المثال، لو رحنا لليو بي سي، الكود الامريكي من اشهر الاكواد اللي ابتدت، اللي فضل تقريبا الكود دوت شغال يو بي سي 97، فضل تقريبا شغال لحد سنه 2000، وابتدى الاي بي سي يظهر بعد كده لحد تقريبا دلوقتي. لكن البدايه كانت مع اليو بي سي. لو رحت بصيت كده على معادله اليو بي سي او على الكود الامريكي وهو بيحسب لك البيش شير، كان يقول لك اضرب بقى شويه معاملات سي في في اي على تي في دبليو. فابتدى يدرك حصل ادراك دلوقتي لمين؟ للتايم بيريود في المعادله. يبقى ده شيء منطقي، علشان ادخل او علشان احسب البيش شير لازم التايم بيريود يخش معايا، لان ده صفه من صفات المبنى وحاجه مميزه للمبنى فما ينفعش نتجاهلها. ولكن للاسف ما كانتش دي نهايه المطاف. خلاص الناس ادركت ان لازم الدايناميك كاركترستيك تخش وابتدوا يدخلوا التايم بيريود معاهم. للاسف زي ما بنقول ما كانتش دي نهايه الموضوع، لان اكتشفوا ان انت حتى لما قدرت لما رحت حسبت البيش شير وفقا للمعادله دي، انت ممكن يبقى عندك مبنى موجود في منطقه زلزاليه ضعيفه لو سايزميك ريجون، ومع ذلك المبنى ده يا جماعه يحصل له بريتل فيلير. يعني انا مبنى، انا بتكلم في منطقه ضعيفه، يعني بتكلم مثلا بيك جراوند اكسلريشن لا تتعدى الواحد من 10 جي او 15 من 100 جي، ومع ذلك لما يحصل فيلير للمبنى يحصل له بريتل فيلير. فهنا بقى ابتدوا يدركوا حقيقه مهمه جدا، وابتدوا يدخلوا موضوع غايه في الاهميه هو موضوع الدكتيليتي، وابتدت الدكتيليتي تخش معاهم في المعادله. علشان كده لما نيجي نروح برضه نبص على المعادله للمره الثانيه بتاعت اليو بي سي في شكلها اللي موجوده عليه لحد دلوقتي، يجي يقول لك ان الفي عباره عن سي في في اي على الار في التي. ابتدوا دخلوا ترم اسمه ار. الار ديت هي الدكتيليتي فاكتور او الريسبونس موديفيكيشن فاكتور او معامل تقليل القوه بتاعت الزلزال. قال لك طب ما انا قادر ان انا اصمم مبنى عنده من القدره ان هو يشتت طاقه الزلزال، وساعتها لما الزلزال ياثر على المبنى بدل ما يمتص كامل الطاقه بتاعه الزلزال، طب ما يمتص الربع ويشتت الثلاث ارباع، طب ما يمتص خمس الطاقه ويشتت الاربع تخماس. فابتدى حسب بقى قيمه معامل الار هتاخدها بربع ولا بخمس ولا بسبع، وممكن توصل معاك للتم ان انت الار تم، يعني هتاخد تم الفرص اللي بتاثر على المبنى. فابتدى يدخل الار معاه في الموضوع، ووصلت المعادله للشكل اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي. بس للاسف برضه دي ما كانتش نهايه المطاف، لان انت ما زال عندك مشكله ان انت لما دخلت الار معاك في الموضوع
كنت بتروح لاي كود دلوقتي تفتح الكود يقول لك هو انت الار دي بتجيبها على حسب ايه؟ يقول لك حسب النظام الانشائي المقاوم للفيرتيكال لود واللاترال لود. هو انت المبنى بتاعك ده انت هتقاوم اللاترال لود ازاي؟ مومنت ريزيستنج فريم يجوز، شير وول ممكن، لا ده انت مبنى حوائط حمله. ايا كان نوعيه المبنى بتاعك وايا كان هتقاوم اللود ازاي، ابتدى الكود يديلك الار. ولكن في مشكله ان الار اللي الكود اداها لحضرتك، اي كود، ما بتكلمش على كود مصري ولا كود امريكي، اي كود لما راح يدي لحضرتك الار فهي في الاصل قيمه مفروضه. طب هو الار دي جابها منين؟ الكود جابها منين؟ الكود يا جماعه خد بعض العناصر الانشائيه، عمل عليها شويه تجارب، وابتدى يجمع الداتا دي وراح قدمها لنا في الاخر في الجدول اللي انت شايفه. فبدل ما الكود يخلي حضرتك تفرضها فيقول لك خلاص والله لو انت المبنى بتاعك بالشكل ده وهتقاوم اللاترال لود بالطريقه الفلانيه خد الار بكذا، لو هو كده خد بكذا، فاصبحت الار تقريبا هي شبه قيمه مفروضه مش محسوبه، انت مش حاسبها. والار ديت هي المسؤوله عن الترم بتاع الدكتوريتي، هي دي اللي هتخلي المبنى وانت بتصممه لما تقول لي المبنى دوت بيأثر عليه زلزال، هنقول مثلا هيعمل لي فورس مقدارها 100، الار دي تقول لك لا ده انت هتصمم المبنى ده على 20، هتصممها على 25. فعلشان كده بنقول ما زالت المشكله لحد اللحظه دي ان الار اللي انت بتاخدها بقيمه مفروضه. وكمان اللي بيحصل ان انت ممكن حتى بعد ما بتاخد الار دي، هنا بقى نبتدي نخش في الحته اللي تهمنا، حتى بعد ما خدنا الار واشتغلنا على وضع المعادله اللي موجود لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، ابتدى يقول لك طب ما هو انا المبنى ده لما خدت معايا الدكتيليتي وخدت معايا التايم بيريود والكلام ده كله، اول لما يحصل زلزال المبنى هيحصل له كولابس، وارد لو زلزال كبير المبنى يوصل للكولابس او يوصل للفيلير، ومع ذلك انا ممكن ما اقدرش استفيد بالمبنى ده تاني. فهنا بقى ابتدت اللمبه الخضراء تنور، هو احنا ليه ما نصممش المبنى اصلا وفقا للبرفورمانس بتاعه، وفقا للاداء بتاعه؟ يعني احنا ليه ما بيبقاش الديزاين بتاعي مبني على ان انا عايز اشوف البرفورمانس اثناء الزلزال او بعد الزلزال، عايز البرفورمانس بتاعنا يكون ازاي، وبناء على الكلام ده اعمل الديزاين بتاع المبنى. ومن هنا بقى جه الكلام في موضوع الديسبليسمنت بيزد ديزاين اللي هنشوفه بالتفصيل دلوقتي، وموضوع البرفورمانس بيزد ديزاين اللي جاي استكمالا للديسبليسمنت بيزد ديزاين. فالفكره كلها يا جماعه جت ان احنا حتى المباني اللي بتتصمم وفقا لمعادلات الكود، على فكره الكود ما بيقوليش لو انا دلوقتي حصل زلزال اثر على مبنى، الكود ما بيدينيش معلومه ايه اللي هيحصل للمبنى. كل اللي الكود بيقوله لك انا اضمن لك ان لو انت اشتغلت بالمعادلات بتاعتي، اضمن لك ان انت لو جه زلزال قوي اثر على المبنى، المبنى مش هيحصل له كولابس. طب السؤال، المبنى مش هيحصل له كولابس، امال ايه اللي هيحصل؟ طب البرفورمانس بتاع المبنى هيبقى شكله ايه؟ طب هل المبنى دوت هيتعامل كسترونج كولوم ويك بيم ولا العكس؟ طب الفيلير ميكانيزم بتاع المبنى هيتم ازاي؟ الكلام ده كله احنا ما نعرفش عنه حاجه. وفقا للي احنا نملكه دلوقتي الكلام ده كله ما نعرفش عنه حاجه. علشان كده بقى ابتدوا يقول لك خلاص لا ده انا عايز اصمم المبنى وفقا لبرفورمانس انا اللي هحدده، زي ما هنشوف كمان شويه. انا عايز اوجه المبنى ان يتعامل بطريقه معينه، وده يا جماعه اللي هيتم. ودي ساعتها كانت البدايه لموضوع البرفورمانس بيزد ديزاين اللي هو تصميم المبنى على اساس الاداء اللي حضرتك بتنتظره للمبنى دوت. فعلشان كده، علشان بقى نوصل لموضوع البرفورمانس بيزد ديزاين، تعالى اوريك الديزاين التقليدي بتاعنا احنا بنعمل بيه ايه او بنعمل فيه ايه، اللي هو الفورس بيزد ديزاين. الفورس بيزد ديزاين ده يا جماعه اللي اساتذتنا علموه لنا واحنا لسه في الكليه، اللي حضرتك بتتعلمه دلوقتي، اللي هو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان حضرتك عايز توفر حاجتين في الديزاين بتاعك، عايز توفر حاجتين في المبنى بتاعك، عايز توفر سترينس علشان المبنى يقدر يقاوم الاحمال الخارجيه اللي بتاثر عليه، وعايز توفر ستيفنس علشان بقى السيرفيسابيلتي ريكوايرمنت اللي انت عايزها، مش عايز الديفليكشن يعدي عن قيمه معينه، الكراكس، الفايبريشن. فالشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي في الخرسانه الهدف الرئيسي منه ان انت تخلي المبنى يتوفر في الحتتين دول، سترينس وستيفنس. فلو رحنا كده بصينا على شكل علاقه كده يا جماعه زي دي، لو رحنا بصينا على شكل العلاقه كده زي دي، دي علاقه ما بين الفورس والديفورميشن. طب العلاقه دي مرسومه لايه؟ العلاقه دي ممكن تترسم لعنصر انشائي في المبنى، اي عنصر. طب وممكن تترسم لايه تاني؟ ممكن تترسم للماتيريال اللي معمول منها المبنى، وممكن تترسم للمبنى ككل. انا همسك المبنى كده كله على بعضه، امسك نقطه في نهايه المبنى في الروف فوق وهرصد النقطه دي وابتدي اثر على المبنى بلاترال فورس، او ابتدي اثر على المبنى بفورس، وارسم العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن. فممكن تترسم لاي عنصر،
ممكن تترسم للماتيريال، ممكن تترسم للمبنى ككل. يجي يقول لك طب انا لو عندي العلاقه دي ايه اللي احنا بنعمله في الديزاين؟ اللي احنا يا جماعه بنعمله في الديزاين بنروح نحدد نقطه اسمها الفورس كاباستي. ايه الفورس كاباستي؟ هي اقصى فورس المبنى يقدر يشيلها قد ايه. طب والفورس كاباستي دي بتعتمد على ايه؟ دي بتعتمد على حاجه، لو انت شغال بالكود الامريكي الاي سي اي مثلا بتعتمد على حاجه اسمها النومينال سترينث اف ان. لو انت شغال زي حالتنا هنا بالكود البريطاني مثلا بتعتمد على الكاركترستيك سترينث الاف سي يو. فعلشان كده بنقول وفقا للنومينال سترينث او الكاركترستيك سترينث بتقدر تقول والله الكاباستي بتاعت المبنى ده قد كذا، دي اقصى حاجه يقدر يشيلها. نروح بقى في نفس الوقت نروح ندور على حاجه اسمها الديماند. وكلمه يا جماعه الكاباستي والديماند هنقولهم تقريبا طول المحاضره. كلمه الكاباستي وكلمه الديماند هنقولهم طول المحاضره. طب ايه الكاباستي؟ اقصى فرص المنشا يقدر يشيلها. طب ايه الديماند؟ دي الفرص اللي فعلا هتاثر على المنشا. يعني الفرص اللي انت رايح تاثر بيها على المنشا، هتوصل المبنى بتاعك ده لحد فين؟ ولتكن لحد النقطه اللي احنا شايفينها دي. يبقى انا الكاباستي بتاع المبنى اللي انا بتكلم عليه هي النقطه دي. بس خلي بالكوا احنا لما بنشتغل لازم بنامن نفسنا بفاكتور اوف سيفتي. فيجي يقول لك لو هي دي اللي انت كنت لسه بتقول لي من شويه بتعتمد على الفاي ان، كنا نروح نقللها شويه، كنا نروح ناخد منها فاكتور اوف سيفتي اللي هو حاجه كنا بنسميه الفاي. في الكود الامريكي بيسميه الفاي. الفاي دي يا جماعه ممكن تبقى 65%، ممكن تبقى 75%، ممكن تبقى 9/10 حسب العنصر الانشائي اللي حضرتك رايح تصممه. فبنقول خلاص يبقى انا اصبحت الكباستي بتاعت المنشأ بتاعي هي النقطه دي. طيب يا ترى اللي جاي له بقى؟ جاي له ايه؟ الديماند. الفورس اللي هتاثر على المنشا هتوصله لفين؟ ولتكن هتوصله للنقطه دي. فكنت حضرتك بتروح تاخد القرار، انا الكباستي بتاعت المبنى اهي، والفورس اللي هتاثر على المبنى بتوصل لي هنا، يبقى الديماند ما عداش الكباستي، يبقى الديزاين بتاعي كده ما عنديش فيه اي ايه؟ اي مشكله. ده اللي احنا كنا بنعمله. ولما كنت بتروح تحسب الديماند كنت اجي اقول لك الفورس ديماند ات فاكتور لود والفورس ديماند ات وركينج لود. مش احنا كنا بنشتغل التيميت وركينج؟ فحسب انت شغال التيميت ولا وركينج. ايا كان في الحالتين مش مسموح لك تعدي مين؟ مش مسموح لك تعدي الكباستي. ده الديزاين يا جماعه، ده اللي احنا شغالين بيه اللي اسمه الفورس بيست ديزاين. ده بيتعامل مع قوه ستاتيك، بيتعامل مع منشا الاستيك. كل الشغل بتاعنا ان المنشا الاستيك، كل الشغل بتاعنا المنشا الاستيك، يبقى الفورس ستاتيك والمنشا الاستيك والبيهيفير محتاج لينير اناليسيز علشان تعمل اي اناليسيز للمبنى بتاعك. ده الوضع التقليدي اللي احنا بنعمله، اللي هي في الغالب الاحمال بتاعتك بتبقى الديد واللايف اللي انت بتتعامل معاها. طيب ده اللي احنا بنسميه ايه؟ الفورس بيزد ديزاين. طيب يجي يقول لك بقى دلوقتي السؤال، هل الكلام ده فاليد مع الزلازل؟ بمعنى هل دلوقتي لو اثر على المبنى زلزال هل اقدر اتعامل معاه بنفس الاسلوب اللي احنا متعودين عليه في الديزاين اللي احنا بناخده في الخرسانه اللي اتعلمناه في الخرسانه؟ قال لك بقى بص، والله لو حضرتك بتكلمني على زلزال ضعيف، زلزال صغير، اقدر اقبل الكلام ده، لان الزلزال الصغير ده هيسبب لك لاترال فورس، واللاترال فورس دي في الغالب مش هتعدي اليلد. فانت هتبقى شغال في المنطقه دي اللي ما زالت فيها العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن عباره عن ايه؟ الاستيك. وبالتالي لو الزلزال ده ضعيف نقدر نمشي بنفس الكونسبت اللي احنا كنا شغالين بيه. اما لو الزلزال ده قوي وجيت حضرتك العلاقه بين الفورس والديفورميشن ولقيت ان الفورس اللي هيخليك في الزلزال دي وصلتك لحد هنا، ده ساعتها بقى لو انت فكرت ان انت تتعامل مع المبنى على انه الاستيك زي ما كنت لسه بتحكي، لا ده انت بقى هتقابلك كده الموضوع غير اقتصادي بالمره. لان حضرتك تقريبا شبه هتحول المبنى كل الاعمده بتاعته لكور وول، وهتبقى عندك الدنيا كلها بقى شيل وول في كور في شيل وول في كور، ومفيش تقريبا مسافات ما بينهم، وهتصبح كده حاجه ايه؟ حاجه خارج الوصف. وبناء عليه مع الزلازل الكبيره انسى. مين قال لك ان انا عايز لما يجي زلزال كبير انا عايز المبنى بتاعي يبقى يلاصق؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال ان انا عايز المبنى بتاعي ما يشرخش؟ مين قال يا جماعه ان انا لما يجي زلزال كبير ياثر على المبنى انا عايز المبنى يفضل واقف كده ستيف ما يتحركش وما يشبكش ولا الكلام ده كله؟ هي دي يعني الاستيك؟ لا احنا مش عايزين كده. طب ما تخلي المبنى يشبك. هو انت مشكلتك ايه ان تبقى العلاقه نان لينير؟ يعني انت ايه المشكله ان انت ليه على طول عايز تخلي ان البيهيفير بتاع المنشا يبقى الاستيك او العلاقه دي لينير؟ ايه مشكلتك مع النان لينيرتي؟ هتقول لي المبنى هيشبك. هقول لك طب ما يشبك. طب هتقول لي طب ولما يشبك؟ طب ما انا عايز له ليميت. ليميت ما تعدهوش. طب ما تيجي نحط لينا ليميت.
ليه كل النظره يا جماعه تبقى على المحور الراسي ويهمني الفرص؟ ما تيجي نركز شويه مع المحور ده، ما تيجي نركز شويه مع الديسبليسمنت، ما تيجي بدل ما اقول لك انا عندي فرصه مش عايزك تتعداها، ما تيجي اقول لك انا عندي ديفورميشن مش عايزك تتعداها. وتروح حضرتك تشوف المبنى بتاعك لما ياثر عليه الزلزال ده هيوصله لديفورميشن مقداره قد ايه. لو حضرتك لم تتعدى الديفورميشن ده يبقى المبنى بتاعك امن، لو تعديته يبقى عندك مشكله وروح عدلها. طيب وهنا بقى هو ده بدايه الكلام في موضوع الديسبليسمنت بيست ديزاين. يبقى موضوع الديسبليسمنت بيست ديزاين ده جه ليه؟ جه ده بقى علشان يكون الكلام كله بدل ما انا هتعامل مع المحور الراسي مع الفورس، لا انا هتعامل مع المحور الافقي. علشان كده لما رحت شاورت على النقطه دي، بص ركز كده، انا مسميها ايه؟ بجيب الديفورميشن كاباستي، انسى بقى الفورس، بجيب حاجه اسمها الديفورميشن كاباستي. ادي النقطه دي يا جماعه. طب وهي النقطه دي ايه السؤال؟ انت هتجيبها منين؟ يعني انت هتحدد منين النقطه دي اللي انت المفروض مش عايز تتعداها؟ حسب حضرتك عايز تسمح بايه؟ الاستيستي قد ايه في المبنى؟ انت عايز تسمح بكراكس قد ايه في المبنى؟ وفقا للي حضرتك هتسمح بيه انت اللي هتقرر الكباستي دي تكون قد ايه. ولكن خلينا نقول ان ادي الديفورميشن كباستي وادي الديفورميشن ديماند. الزلزال لما يجي ياثر في المبنى هيسبب له الديفورميشن ده. لم يتعدى الكباستي يبقى خلاص الديماند اقل من الكباستي، يبقى انا كده هشتغل المبنى بتاعي ما عنديش فيه مشكله. وعلى فكره اللي احنا بنقوله دلوقتي ده هو اللي احنا بنعمله في الديزاين بتاع الايكويفلنت ستاتيك والديزاين بتاع الريسبونس سبيكترم. لان يا جماعه احنا بنعمل ايه؟ لما بيجي لحضرتك مبنى وتروح تقدر الفرص اللي جايه دي بطريقه الايكويفلنت ستاتيك او الريسبونس سبيكترم، الحاجه اللي حضرتك الوحيده اللي بتروح تشيك عليها بتروح تشيك على الدريفت بتاع المبنى. كل مشكلتك مع المبنى هي الدريفت، الحاجه الوحيده اللي انت هتروح تبص عليها الدريفت. فتيجي تقول لي اه والله لو الدريفت بتاع المبنى ما عداش 2% خلاص يبقى المبنى كده بالنسبه لي ما عنديش فيه اي مشكله. طيب هو انت متخيل ان انت علشان تحكم على المبنى ما فيش قدامك غير الدريفت، ما فيش قدامك غير الديسبليسمنت؟ طب فين البرفورمانس؟ فين البرفورمانس؟ هو ده بقى قلنا القصور اللي موجود. ما احنا عايزين نعرف هم ليه اتجهوا للبرفورمانس بيست ديزاين، لان ما زال في المعادلات اللي احنا شغالين بيها. انا بقول لك المعادلات بتقول بشكل ضمني مش حتى بصوره صريحه، بتقول لك ان لما يحصل زلزال كبير المبنى مش هيحصل له كولابس، بس هيتصرف ازاي انا ما اعرفش. علشان كده انا لحد اللحظه دي كل حكمنا على المبنى بيكون عن طريق الديسبليسمنت، وده اللي بقول لك بنعمله في طرق الديزاين التقليديه بتاعتنا. اما البرفورمانس بتاع المبنى ما بيخشش معانا. وجت بقى من هنا الفكره اللي احنا بنقولها، طب هو ايه المانع ان انا بدل ما يبقى عندي نقطه واحده بس اسمها الديفورميشن كاباستي، طب ما تيجي نحدد اكتر من نقطه. يعني ايه احدد اكتر من نقطه؟ يعني انا اقول لك والله انا على الكيرف ده بدل ما انت من شويه كنت حاطط لي نقطه واحده بس هنا وبتقول لي لو انا قبل النقطه دي يبقى الديزاين بتاعك اوكي، لو بعد النقطه دي يبقى الديزاين بتاعك فيه مشكله، طب ما تيجي نحدد اكتر من كاباستي على الكيرف، وكل نقطه من دي بتمثل بيرفورمانس ليفل معين، مستوى اداء معين، وكل نقطه من دي رحنا بقى اول واحده يا جماعه حاجه نقطه الديفورميشن فيها مش كبير تكاد تكون بعد ما بتخرج من مرحله الالاستيك مباشره بيسميها الاميديت اكيوبانسي، والنقطه الثانيه اللايف سيفتي، والنقطه الثالثه كولابس بريفنشن. مين دول؟ دي كاباستي. بدل ما احنا في الديزاين التقليدي بتاعنا بنشتغل بنقطه واحده واقول لك اوعى تتعدى ال 2% من الاتش، طب ما نحدد اكتر من نقطه، ما نحدد اكتر من اداء، ونحط ليميت لكل نقطه من دي، ونقول والله المبنى لو الديفورميشن بتاعه لم يتعدى النقطه دي يبقى البرفورمانس بتاعه immediate occupancy. لو وصل لحد المنطقه دي يبقى البرفورمانس بتاعه لايف سيفتي، لو تخطاها كولابس بريفنشن. طب هو اصلا يعني ايه immediate occupancy ولايف سيفتي وكولابس بريفنشن؟ ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده يا جماعه ببساطه ان انت لو انت اقريت وقررت ان انت عايز تخلي المبنى بتاعك يكون immediate occupancy، ده معناه ان حضرتك المبنى بتاعك مش مسموح له يحصل له اي دامج. انا ممكن اقبل بعض الدامج في النون ستراكشرال اليمنت، عندك بقى مشكله في حيطان، عندك مشكله في واجهات، ماشي، وقابله للريبير. اما في ستراكشرال اليمنت لا، يعني انت هتقول والله لما المبنى بتاعي ياثر عليه زلزال ضعيف المفترض ان البرفورمانس بتاعه ما يعديش النقطه اللي هنا.
الاميديت اوكيوبانسي. طب والنقطه دي قلنا ايه اللي بيميزها؟ هو اللي احنا بنقوله مفيش اي اصابات تحصل في المبنى، مفيش اي مشكله في اي عنصر انشائي. قلت لك الوارد ان يحصل بعض المشاكل البسيطه في العناصر الغير انشائيه، ولكن قبل للتعديل وقبل للريبير. طيب لو انت زودت او سمحت للمنشا بتاعك ان يحصل له ديفورميشن اكتر ويوصل لمرحله اللايف سيفتي، ايه اللي بيميز اللايف سيفتي؟ قال لك اللايف سيفتي انا بقى ما وعدكش ان النون ستراكشرال اليمنت دي اقدر ارجعها تاني. يعني انت لو سمحت الديفورميشن اعلى هيحصل عندك فعلا مشاكل في النون ستراكشرال اليمنت، والمشاكل دي خلاص مش هتعرف تعديها. اما الاستراكشرال اليمنت العمود والبلاطه والكبر والكلام ده كله اوعدك ان مش هيحصل لها دامج. ممكن يحصل بعض المشاكل اللي قادر ان حضرتك تعمل ريبير للماده وترجعها تاني. يبقى هذا اللي بيميز اللايف سيفتي كبرفورمانس ليفل كاداء للمبنى. فلو حضرتك اقريت ان انت اللي عايز تصمم المبنى ده علشان يكون الاداء بتاعه لايف سيفتي، اعرف ان انت لازم حضرتك تكون شغال وفقا للكرايتيريا دي. اما لو انت بقى حابب توصل المبنى لمرحله ابعد من كده وتسمح بديفورميشن اعلى واعلى، فحضرتك بتوصل لنقطه هنا اسمها الكولابس بريفنشن. ولاحظوا يا جماعه ان النقطه اسمها كولابس بريفنشن، يعني مش هيحصل كولابس. كولابس بريفنشن يعني مش هيحصل كولابس، يعني ما حدش يقول يعني انا لو جيت هنا هيحصل كولابس، لا هي اسمها كولابس بريفنشن، مش هيحصل كولابس، ولكن انت سمحت بديفورميشن اكتر واكتر في المبنى. ساعتها ايه بقى اللي هيحصل؟ انت ساعتها بقى ممكن يحصل اصابات، وممكن يحصل وفيات في المبنى، وممكن وممكن وممكن، ولكن دي الاهم، المبنى ما وقعش. المبنى ضاع، المبنى ضاع بس ما انهارش، عشان كده حصل دامج بس ما حصلش كولابس. عشان كده في فرق ما بين الاثنين، في فرق ان انا اقول لك حصل دامج وحصل كولابس. فانا بقول لك لو انت وصل المبنى بتاعك لهنا، انت المبنى حصل فيه في الديكورميشن عاليه جدا، بس انت في الاخر واخد حذرك، هتقدر تحلي المبنى، هتقدر تتعامل. طب ينفع اعمل له ريبير؟ لا، لو وصل هنا مش هتعمل له ريبير. لو وصل هنا مش هتعمل له ريبير، لكن ارجع واقول لك طب هتقول لي ما انت في 2 3 ماتوا، مش احسن ما 100 يموتوا؟ هي بتتقاس كده. هي يا جماعه بتتقاس كده، فعلشان كده بنقول هتبتدي حضرتك تكرر مستويات معينه. انت اللي هتقول وانا بصمم المبنى عايز المبنى بتاعك يوصل ويروح لحد ايه؟ لحد فين؟ فجرى العرف بقى ان انت يقول لك ايه في موضوع البرفورمانس بيزد ديزاين، يجي يقول لك خلاص والله انا لو رحت خدت منطقه زي القاهره، هاجي في القاهره ديت هحدد فيها ثلاث زلازل ب 300 جراوند اكسلريشن مختلفه، زلزال هنسميه ليفل واحد وزلزال ليفل اثنين وزلزال ليفل ثلاثه، ليفل واحد واثنين وثلاثه يعني ضعيف ومتوسط وقوي. تعالوا نقول ان انا عندي دلوقتي مبنى في القاهره عايز اصممه وفقا للبرفورمانس بيزد ديزاين. لازم المبنى اللي موجود ده وحضرتك بتصممه لازم تصممه ان لو جاله الزلزال الضعيف ده يكون البيهيفير بتاعه او يكون البرفورمانس بتاعه اميديت اوكيوبانسي. المبنى عايش اهو مفيش فيه ادنى مشكله، ما شفتش اي حاجه في اي عنصر انشائي في المبنى. نفس المبنى ده لو جاله زلزال اقوى شويه ساعتها لازم البرفورمانس بتاعه لا يتعدى اللايف سيفتي، يبقى انت في مرحله اللايف سيفتي. جالك زلزال ليفل 3 يبقى انت وصلت لمرحله ابعد، يبقى ساعتها تصممه على انه يكون ايه؟ كولابس بريفنشن. يبقى هي لنفس المنطقه ابتدوا يحطوا يقول لك خلاص والله انت بتعمل مبنى دلوقتي في اسكندريه، احنا هنحدد الاسكندريه ثلاث زلازل، ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. لازم المبنى ده وانت بتصممه لو جاله ليفل 1 يبقى immediate occupancy، لو جاله ليفل 2 يبقى لايف سيفتي، لو جاله ليفل 3 يبقى كولابس بريفنشن. ومع كل واحده من دول حضرتك حطيت الكرايتيريا اللي انت عايز تستخدمها في التصميم. بمعنى وانت بتصمم المبنى هنا، بص يا جماعه بنقول ايه؟ نو دامج، ما ده اللي احنا اتفقنا عليه في حاله الاميديت اوكيوبانسي. والمبنى بتاعك هيظل في مرحله الالاستيك، البيمز والكولوم هيفضلوا في مرحله الالاستيك، والدريفت اندكس المسموح للمبنى لا يتعدى 5 في ال1000. اما لو حضرتك رحت النقطه ابعد ووصلت لنقطه اللايف سيفتي فساعتها هيحصل دامج، هيحصل دامج، ولكن ريبيرابل دامج، انت هتقدر ترجع المبنى تاني. هتقدر ترجع المبنى تاني. طيب انا مسموح لي بقى للكاميرات بروتيشن قد ايه والاعمده بروتيشن قد ايه ودريفت كام في الميه؟ طب لو رحت النقطه ابعد، بص هنا يا جماعه لو اثر زلزال قوي على المبنى اللي انت بتصممه نو كولابس، مش هيحصل، لازم ما يحصلش كولابس. يبقى بنقول هنا ايه؟ نو كولابس. هو مسموح لك بكام؟ 2% كدريفت اندكس، دي القيمه المسموحه ليه، وساعتها بقى بيوصل الروتيشن في البيم والكولوم للقيم دي. اهو اللي احنا بنقوله دي يا جماعه اللي اسمها ديزاين كرايتيريا.
علشان كده بنقول انت بتمسك خلاص، لو انت ناوي تقرر ان انت تصمم مبنى على اساس البرفورمانس بيزد ديزاين، روح للمنطقه اللي انت عايز تشتغل فيها وتحدد لي الارثكويك ليفل، هو ليفل 1 ولا 2 ولا 3، وتقول لي والله الجدول ده يا جماعه موجود على سبيل المثال لمنطقه معينه. فعشان كده بقول لك فرضا ان انا هنا في القاهره، يبقى اصمم القاهره على ليفل 1 ده زلزال البيك جراوند اكسلريشن 12% جي، لا ليفل 2 25% جي، ليفل 3 نص جي، ضعيف متوسط قوي، ولازم كل واحد من دول يودي المبنى في حته انت عارف هي رايحه فين، ان كانت اي او ولا ان كانت ال اس ايميديت اوكوبانسي ولا لايف سيفتي ولا ايه ولا كولابس بريفنشن. ادي موضوع الايه البرفورمانس بيزد ديزاين. طيب السؤال بقى دلوقتي، السؤال دلوقتي انت بتقول لي هتخلي المبنى يحصل له ديفورميشن، ما هو الكيرف ده اللي احنا قلنا، هو احنا ليه مش عايزين نشتغل على ان العلاقه دي نون لينير ونشتغل ونحسب ان الاستيك ديفورميشن ده، فخلاص قررنا ان احنا نشتغل نون لينير. وبتقول لي دلوقتي انا هسمح للمبنى بكراكس. طيب هو انت الكلام ده هتاخده معاك في الاعتبار ازاي؟ هتمثله ازاي؟ الكراكس ده يا جماعه هتمثلها ازاي؟ لما انت بتقول لي انا هسمح بديفورميشن عاليه للمبنى، لا ده انا ممكن اوصله لمنطقه ابعد من كده، ممكن اوصله لمنطقه ابعد من كده. هو انت بتسمح بديفورميشن يعني واضح ان في كراكس بتتولد في المبنى، هتتعامل معاها ازاي؟ هنا بقى بنروح نتعامل مع حاجه يا جماعه اسمها البلاستيك هنج. ايه بقى البلاستيك هنج دي؟ البلاستيك هنج دي يا جماعه احنا نيجي نبص كده على المبنى، هو انت فين اضعف حته انت قلقان منها في المبنى؟ دايما عند الكونكشن ما بين الكاميرا والعمود. اضعف حته انا قلقان منها دايما عند الكونكشن ما بين الكاميرا والعمود. يجي بقى في نهايه الكاميرات وفي نهايه الاعمده اللي في المبنى اللي عندك كله، يروح حاطط مجموعه من البلاستيك هنجز. ايه البلاستيك هنجز دي؟ يقول لك بشده دلوقتي المبنى لما الديفورميشن بتاعه يزيد، فالمبنى كده الشور هيعدي اليلد، فانت كده شغال في مرحله ما بعد اليلد. ومعنى ان حضرتك شغال في مرحله ما بعد الجيل، يبقى انت دلوقتي هيتولد عندك كراكس في المبنى. فين؟ في الاماكن اللي انا قلت لك عليها. هتيجي مثلا لو ادي الكاميرا بتاعتك اهي، وادي العمود بتاعك اهو، بصوا يا جماعه دايما فين اخطر منطقه احنا بنشتغل عليها؟ دايما عند نهايه الكاميرات او التقاء العمود مع الايه؟ مع الكاميرا. هتيجي بقى حضرتك في الاماكن دي تقوم حاطط لي بلاستيك هنج. ايه البلاستيك هنج دي؟ علشان امثل بيها النان لينير بيهيفير بتاع المنشأ ده او بتاع الكاميرا دي. والبلاستيك هنجز دي هي اللي هتقول لي المبنى بتاعي هيقدر يشتت قد ايه من الطاقة عن طريق شكل العلاقة بتاعه، وعن طريقها هقدر احدد البرفورمانس بتاع المبنى. خلي بالكم يا جماعة من حاجتين علشان ما نتلخبطش. البرفورمانس بيزد ديزاين حضرتك ممكن تعمل بيه حاجتين، تصمم مبنى او تشيك على مبنى. بمعنى زي ما قلت لك كل اللي انا كنت بشرحه لك من شويه، انا بصمم مبنى، لما قلت لك انا عايز اصمم مبنى في القاهره، خلاص هات الثلاث زلازل ليفل 1 و2 و3 بتوع القاهره، وروح صمم المبنى بتاعك بحيث واحد يوصله لهنا واثنين لهنا وثلاثه لهنا. طيب لو انا فعلا عندي مبنى وانا اللي عايز اشيك عليه، خلاص هتروح انت بقى زي ما هتشوف كمان شويه، هتجيب بقى حاجه اسمها البوش اوفر كيرف، او هترسم بقى وهتقدر ساعتها يعني كان كما لو كان المطلوب منك انت اللي تقول لي مش انت عايزني اشيك، يعني لازم تقول لي في الاخر هو انت المبنى بتاعك ده immediate occupancy ولا لايف سيفتي ولا كولابس بريفنشن؟ يعني انت السلوك بتاع المبنى ده لو اثر عليه زلزال والمبنى ده موجود في المنطقه دي، ده مبنى قائم بالفعل موجود، انت معنى ان انت بتشيك عليه انك هتقول لي لما يجي له زلزال شدته قد كذا الاداء بتاع المبنى دوت او البرفورمانس بتاع المبنى ده هيكون يا اي او يا ال اس يا كولابس بريفنشن يا سي دي. فعلشان كده لان على فكره موضوع البرفورمانس بيزد ديزاين اول لما طلع على فكره كان للتشيك مش للديزاين. موضوع البرفورمانس بيزد ديزاين اول لما ابتدى كان علشان يشيك بالفعل على مباني قائمه بالفعل، ما كانش على موضوع الديزاين، ولكن دلوقتي الاكواد ممشياه يا اما في الديزاين يا اما في الايه؟ في التشيك. طيب فاحنا بقى بنقول خلاص هنبتدي عشان نحول المنشا بتاعنا لنان لينير، وانت خلاص بتقول لي انت حصل للمبنى ديفورميشن هيعدي اليلد، فخلاص انت كده رحت في مرحله البوست، البوست يلد، مرحله ما بعد اليلد، فانت المنشا بتاعك بقى نان لينير. طب هتمثل المنشا ازاي نان لينير؟ روح حط مجموعه من البلاستيك هنجز عند الايه؟ الاماكن اللي احنا قلنا عليها. وكل بلاستيك هنج من دي يا جماعه موجوده في المبنى هيروح البرنامج اللي احنا شغالين عليه يروح يرسم لها علاقه يا اما ما بين الفورس والديفورميشن يا اما المومنت والكيرفتشر، هيرسم العلاقه دي. والعلاقه دي يا جماعه بتاخد الشكل ده، فعلشان كده يقول لك انا على شكل العلاقه او على شكل الكيرف اللي قدامي ده انا عندي خمس نقط غايه في الاهميه. الايه دي الاورجن، البي دي جيلد، الC
السي ده ديت النقطه بتاعت مين؟ بتاعت الالتيميت. الدي والاي ده الريزيدوال بقى ستريتس اللي هيتبقى معايا في الاخر. دول خمس نقط يا جماعه، الخمس نقط دول بنسميهم الفورس ديفورميشن بيهيفير. ومع الخمس نقط دول في عندي ثلاث نقط، الثلاث نقط دول اللي احنا بقى بنسميهم مين؟ الثلاث نقط دول يا جماعه اللي احنا بنسميهم البرفورمانس، او اللي احنا بنسميهم البرفورمانس بوينت اللي هو او البرفورمانس ليفل. يبقى انت دلوقتي والله ده البلاستيك هنج دي قعدت لما رحت رسمت العلاقه بين الام والسيتا، يعني عايز اشوف الدوران اللي بيحصل للكاميرا دي، عايز اشوف السيتا اللي لفتها مع المومنت اللي بيتولد فيها، فتروح ترسم العلاقه دي وتشوف يا ترى هي انت هتوصل لحد هنا ولا لحد هنا ولا لحد هنا ولا لحد هنا. الكلام ده بيتعمل بكل هنج موجود عندك في الكاميرا، كل هنج موجود عندك سواء في الكاميرا او في العمود بتروح ترسم لها الكلام ده، وعن طريق الفورس اللي بتاثر بتقدر تشوف انت وصلت لانهي ليفل من دول. وساعتها بقى امسك في الاخر علشان اقول لك بقى البرفورمانس بتاع المبنى ده كله على بعضه، انا حطيت في المبنى بتاعي 1000 هنج، مسكت كل الكاميرات في بدايتها ونهايتها وكل الاعمده في بدايتها ونهايتها وحطيت 1000 هنج. اجي بعد ما اعمل ران يقول لي والله انت عندك 700 هنج وسط المرحله الميديت اوتوبانسي. وعلى فكره يا جماعه لون كل هنج من دي كده في السوفت وير بيمثل الاستيت بتاعتها. يعني انت يجي يقول لك والله لو هي باللون الفوشيا ده يبقى دي كده مرحله الميديت اوتوبانسي، لو هي مش عارف باللون ده يبقى لايف سيف وهكذا. فانت دايما لون الهنج بيعبر عن حالتها. فانت بقى حضرتك بتروح تجمع كده، هو انا بعد ما قصرت الفرصه على المنشا ده اللي انا بالفعل حولته نون لينير وحطيت فيه البلاستيك هنجز دي، كام هنج جات لك وليكن باللون الازرق؟ هتقول لي 700 من ال1000. طب وكام هنج جات لك باللون ده؟ تيجي تقول لي والله حصل 800 هنج وصلوا للمرحله دي. يبقى البرفورمانس بتاع المنشا لايف سيفتي، يبقى انا كده اداء المبنى ده ماشي في مرحله اللايف سيفتي، يبقى انا كده قيمت لك الاداء بتاع الايه؟ بتاع المبنى اللي عندي. فادي قصه البلاستيك هنجز، لان البلاستيك هنجز دي موضوع ايه؟ غايه الاهميه في الشغل بتاعنا، لان عن طريقها هنقدر نحكم على الاداء بتاع المبنى عن طريق الاستيت او الحاله بتاع كل ايه؟ بتاعه كل هنج. طيب انت دلوقتي بتقول لي المبنى لما هيروح ياثر عليه زلزال، المبنى المفترض ان هو نون لينير، يعني ايه نون لينير؟ يعني خلاص بقى مش هياخد يا جماعه قوه الزلزال كامله. المبنى مش هياخد قوه الزلزال كامله، هياخد جزء ويشتت جزء. طب انا عندي بقى بعض المفاهيم كده لازم نقولها علشان هتفرق معانا في الكلام اللي جاي. ايه هي؟ هو ايه الفرق يا جماعه ما بين الانرجي الابسوربت في المنشا والانرجي الديسيبيتد في المنشا؟ يعني امتى المنشا، ايه هي الطاقه اللي المنشا هياخدها يخزنها جواه وهتتخزن في صوره ايه؟ وايه هي الطاقه اللي المنشا هياخدها يشتتها؟ ايه بقى الانرجي ابسوربت والانرجي ديسيبيتد دي؟ يجي يقول لك تعالى بص، تخيل كده ان انت عندك كولو كانتليفر حاجه كده بالشكل ده، رحت اثرت عليه بفورس صغيره خالص، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل شويه ديفورميشن. طب ممكن ترسم لي العلاقه بين الاف والدلتا؟ قوي قوي، ادي العلاقه بين الاف والدلتا، مش انت قلت لي دي قيمه صغيره جدا؟ هتبقى العلاقه في مرحله اللينير. هتبقى العلاقه لينير. انت تعرف ان الاريا بتاعت المثلث ده بتعني الانرجي ستورد، دي كميه الطاقه اللي هتتخزن جوه المبنى ما دامت العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن لينير. يبقى الاريا بتاعت العلاقه دي هي ديت كميه عباره عن ايه؟ هي دي بتمثل الانرجي اللي هتتخزن جوه المبنى. طب هتتخزن في صوره ايه؟ كصوره سترين انرجي. ما احنا يا جماعه الزلزال طاقه، الزلزال انرجي، بيحصل ايه؟ حركه للارض وتحصل طاقه جباره، الطاقه دي عايزه تنتقل للمبنى، المبنى بقى حبه هياخده ما يمتصهم وحبه هياخده ما يشتتهم. اللي هيمتصهم هم اللي احنا بنحكي عليهم دول، امتى يحصلوا؟ في البدايه خالص لما يكون الديفورميشن ده قليل جدا وتبقى العلاقه ديت لينير، فمساحه المثلث دي هي كميه الطاقه اللي ايه؟ اللي المبنى هيمتصها، وشويه الديفورميشن دول ده دول الاستيك ديفورميشن. يعني ايه الاستيك ديفورميشن؟ يعني مجرد ما حضرتك ما تشيل الحمل ده تاني هيرجع الكانتليفر ده لوضعه تاني ويرجع على نفس الكيرف ده الديفورميشن للزيرو. ادي معنى البلاستيك ديفورميشن، خلاص ده في مرحله البلاستيك، لسه المبنى الاستيك. او لو المبنى اتصرف بالمنظر ده يبقى الطاقه اللي هتاثر عليها هي نصها كلها. علشان كده بنقول، نرجع كده اللي احنا قلناه من شويه، هو انت ليه مش حابب ان انت مع الزلازل القويه تخلي المنشا بتاعك الاستيك؟ لان ده يا جماعه يتطلب ان انا لازم اخلي المنشا قوي جدا 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 علشان يقدر يستحمل الفورس، لان هياخد كل الفورس، هياخدها كلها، كلها تتخزن جواه، كلها تبقى انرجي ستور. فبالتالي علشان ما ينهارش لازم حضرتك تعمله قوي جدا
علشان ما ينهارش لازم حضرتك تقويه. فعلشان كده بنقول يبقى ادي الحاله الاولانيه، امتى الطاقه تتخزن في المنشا واسميها انرجي ابسوربنج، الطاقه المنشا المقصاه او ايه الانرجي ستورد جوه المنشا. طب تخيل نفس البيم ديت او نفس الرود ده رحت زودت الديفورميشن بتاعه اكتر، رحت زودته يا جماعه على الوضع ده، على الوضع وصل معايا لحد الوضع اتنين، يبقى انت واحد ده وصله لحد هنا ورحت كملت الديفورميشن اكتر لحد ما وصل للنقطه دي ورحت رسمت شكل العلاقه هنا النونلينير. احنا طبعا يا جماعه ممكن الكيرف بتاع النونلينير ده نقربه لحاجه كده بنسميها الاستو بلاستيك، يعني انت بدل ما تشتغل لو انت زعلان من الكيرف ده طب تعالى نبسطه لك، يبقى ادي الاستيك وبعد كده مشي في مرحله البلاستيك فبنسميها الاستو بلاستيك كيرف. المهم تخيل ان هو ده النونلينير كيرف. خلاص تيجي بقى تبص كده، طيب ايه اللي حصل؟ طبعا احنا عارفين من الميكانيكا اللي انا المفروض كنت في يوم من الايام بديها هنا ان احنا اي علاقه بين فورس وديفورميشن يا جماعه الاريا بتاعتها هي ورك. اي علاقه فورس مع ديفورميشن الاريا بتاعت العلاقه اللي هتجي لك دي هي ورك، عشان كده ورك او انرجي، فعشان كده قلت لك دي انرجي. طب وهنا؟ طب ما هي دي برضه انرجي، بس ايه الفرق بين الانرجي دي والانرجي دي؟ الانرجي دي ده طاقه اتخزنت جوه المبنى وده اللي احنا متفقين عليه من شويه. اما الانرجي دي ده طاقه اتشتتت عن طريق المبنى. ايه ده؟ يعني المنشا امتص جزء وشتت جزء، ده اللي حصل فعلا. امتص جزء اللي هم دول وشتت جزء تاني اللي هم دول. طب مش يا جماعه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم؟ مش الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم؟ طب الجزء اللي شتته ده راح فين؟ هيبان لك انت ازاي؟ يعني انا دلوقتي المنشا انت بتقول لي خد جزء من الطاقه، بس لو هو الديفورميشن قليل اشيل الطاقه ديت يرجع او اشيل الفورس ديت يرجع لوضعه الطبيعي. طب جيت قلت لي طب انا لو زودت ديفورميشن اكتر واكتر فاكيد المنشا ده هيحصل له ييلد وهيعدي مرحله الييلد وهتتولد بلاستيك هينج وتاخد العلاقه معايا الشكل ده. طب الطاقه اللي اتشتتت دي راحت فين؟ قال لك هي راحت في شكل سترين انرجي في سترين انرجي اه في في المبنى اللي هي الكراكس اللي حضرتك شايفها. يبقى انت المبنى كل ما حضرتك ما زودت الفرصه عليه اتولد فيه كراكس اكتر فابتدى يشتت الطاقه اكتر، وهو ده اللي احنا بندور عليه، هو ده الديزاين الصح. هي دي اصلا الفلسفه اللي مبني عليها الديزاين بتاع المنشات على احمال الزلازل. انت عايز المنشا بتاعك يشتت الطاقه علشان ما ياخدش ضربه كامله، ما ياخدش قوه الزلزال كامله او كميه الطاقه اللي المنشا هيشتتها هي الاريا اللي حضرتك شايفها دي. طب تخيل ان انا وصلته لحد الوضع رقم اثنين وقمت سايب ايدي، انا كنت شارد المبنى كده وسبته علشان يرجع، متخيل لما هيرجع هيرجع ازاي؟ قال لك هيعمل انلود بالمنظر ده، هيرجع لهنا. طب لما يرجع لهنا يعني هو في الاخر بقى فين الطاقه اللي كانت متخزنه جواه من شويه؟ خلاص ريكفري رجعت تاني. طب وفين الطاقه اللي شتتها؟ خلاص دي لوست راحت. طب ما الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، هي راحت فين؟ هي ما راحتش ولا حاجه، هي اتحولت من صوره لصوره ثانيه، اتحولت في المبنى بتاع حضرتك لشويه كراكس، لان انا لما رجعت وشلت اللود اول لما اللود بقى زيرو انا لسه ما زال عندي ديفورميشن. يعني ايه عندك ديفورميشن؟ يعني اتولد في المنشا كراكس موجوده عندك، لان ما زال في ديفورميشن موجود رغم ان اللود هنا بكام؟ بزيرو. فعلشان كده هي احنا بنقول الطاقه فقدت حصل لها لوس، ولكن في الاخر هي اتنقلت او اتغيرت من صوره لصوره. فعلشان كده بنقول لما اعمل بقى لود يبقى كميه او الاريا الحمراء اللي حضرتك شايفها دي بتمثل كميه الطاقه اللي المنشا هاي شتتها. عشان المفروض احنا دورنا كمهندسين ان احنا كل ما قدرت ازود دي اكتر واكتر ده هو ده اللي يفيد المنشا بتاعي. كل ما خلقت ما هي دي الدكتوريتي يا جماعه، هي ايه الدكتوريتي؟ ان انت عايز تخلق منشا عنده من القدره انه يشتت الطاقه بتاعت الزلزال. كل بقى ما حضرتك ما زودت الاريا الحمراء دي انت بتشتت الطاقه اكتر، فياخد هو حبه صغيرين ويشتت الجزء الكبير، زودها اكتر ياخد طاقه اقل ويشتت الاكبر وهكذا. فعلشان كده بنقول احنا دورنا ان احنا نكبر المنطقه دي، نخلي المنشا الدكتوريتي بتاعته تبقى ايه؟ اعلى ما يمكن. فكان يهمني هنا نبقى فاهمين ايه هي الانرجي ستور وايه هي الانرجي ديسيبيتي. طيب علشان بقى نروح للموضوع بتاع البوش اوفر اناليسيس، هو احنا ايه اللي نقلنا نقل مره ثانيه كده مره واحده كده؟ قال لك هو انت اصلا علشان توصل لموضوع البرفورمانس بيست ديزاين محتاج حاجه تعمل بيها اناليسيس. الطريقه اللي حضرتك هتستخدمها في الاناليسيس علشان تقيم اداء المبنى هي البوش اوفر اناليسيس، عشان بس الناس ايه تبقى الامور متصله ببعضها.
يعني عشان كده انا قلت لك انا عندي موضوع كبير اسمه البرفورمانس بيزد ديزاين. طب ده بيتم فيه شويه اناليسيس، الاناليسيس دي بتتم ازاي؟ او بتتم تحت مسمى ايه؟ بوش اوفر اناليسيس. يعني البوش اوفر اناليسيس ده اللي احنا هنحكيه كمان شويه وهقول لك احنا وصلنا له ازاي؟ انتوا عارفين ايه الهدف الرئيسي منه؟ ادينا بقى بنسبق للامور اللي هنشوفها كمان شويه. الهدف الرئيسي يا جماعه من البوش اوفر اناليسيس ان حضرتك تجيب النون لينير كيرف. فاكرين الكيرف اللي ابتدينا بيه المحاضره؟ العلاقه بين الفورس والديفورميشن اللي هو مشي كده شويه وبعد كده الكيرف فضل ماشي كده. شايفين ده؟ ده بنسميه حتى بص اسمه ايه؟ البوش اوفر كيرف. او انا بقى بعمل البوش اوفر اناليسيس اللي انا هقول لك جه منين علشان خاطر اجيب الكيرف ده. طب انت عايز الكيرف ده ليه؟ علشان اروح اجيب الثلاث نقط اللي عليه، علشان اعرف لما يجي زلزال ياثر على المبنى هيوديني لانهي نقطه، فحدد البرفورمانس بتاعه. اتمنى تكون كده الرؤيه واضحه. يبقى احنا البوش اوفر هدفه الرئيسي ايجاد العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن. طيب الكلام ده بقى بيتم ازاي؟ تعال نجيب القصه من اولها. قال لك لو انت دلوقتي عندك منشا سنجل ديجري اوف فريدم بالمنظر ده. يعني ايه سنجل ديجري اوف فريدم؟ يعني حته ماس وحته ستيفنس وحته دمبل، حاجه بالشكل ده. والمنشا ده اثر عليه زلزال. ماشي، عندي سنجل ديجري اوف فريدم اثر عليه زلزال. قال لك انت المنشا ده ممكن حضرتك تتعامل معاه على انه الاستيك سنجل ديجري اوف فريدم. طب ممكن نترجم سنجل ديجري اوف فريدم؟ خلاص انا عارف يعني ايه سنجل ديجري اوف فريدم. يعني ايه الاستيك؟ يعني لو حضرتك رحت رسمت العلاقه بين الفورس والديفورميشن هتبقى لينير. يعني هل الاستيفنس بتتغير؟ لا مش هتتغير. يبقى انا كده بتعامل مع منشا ماله؟ الاستيك. طب كنت حضرتك بقى بتعمل ايه؟ كنت بتيجي من شكل العلاقه بين الفورس والديسبيسمنت دي تروح تجيب الكيب. الاستيفنس ميل الخط ده. طب كنت بتعمل ايه بميل الخط ده؟ الكي دي يا جماعه كنت بتروح تجيب منها الاوميجا. ايه ده، هو في علاقه بين الكي والاوميجا؟ الاوميجا كان الجذر مين؟ كي على ام. ايه ده، يعني انت لو عارف الاستيفنس بتاع المنشا تعرف تجيب الاوميجا بتاعته؟ طب انت لو عارف الاوميجا بتاع المنشا تعرف تجيب زمنه الدوري؟ تعرف تجيب التي؟ المنشا ده يعمل دوره في قد ايه؟ التي 2 باي على اوميجا. ايه ده؟ يعني انا لو عارف الكي اقدر اجيب مين؟ التايم بيريود بتاع المنشا. انا بقى بقول لك هات التايم بيريود بتاع المنشا ده وتعالى نروح للريسبونس سبيكترم. اجي اقول لك هو انت المنشا بتاعك ده عباره عن ايه؟ هتقول لي خرسانه. طيب خرسانه، يبقى الريسبونس سبيكترم ده الدامبنج ريشيو بتاعه ب 5%. طب لو كان ستيل هيبقى 2%. طب انا المنشا بتاعي خرسانه، اقوم عامل ايه؟ اقوم جايب الكي اللي حولتها الاوميجا اللي جبت منها تي داخل على الريسبونس سبيكترم ماشي افقي. هو الريسبونس سبيكترم ده اصلا علاقه بين مين ومين؟ اكسلريشن مع بيريود تايم مع زمن دوري. فحضرتك بتقوم داخل بقيمه التي اللي انت جبتها تقوم ماشي شمال تجيب مين؟ الاكسلريشن. عرفت الاكسلريشن ومعاك الماس عرفت الفورس اللي انت هتشتغل بيها، وده اللي انت بتعمله في الريسبونس سبيكترم. ده اللي بيتم في الريسبونس سبيكترم. بتفرض لو سنجل ديجري اوف فريدم وانت شغال من منشا الاستيك بتجيب الكي اوميجا تي خش بالتي هات الاكسلريشن معاك الماس والاكسلريشن جبت مين؟ جبت الفورس. وده لو انت اعتبرت ان العلاقه الاستيك بسنجل ديجري اوف فريدم. طب لو رحت وقلت لحضرتك بقى ان المنشا اللي انا بتعامل معاه ان الاستيك يفرق ايه؟ تعال نشوف كده ان الاستيك دي تفرق ايه لنفس السنجل ديجري اوف فريدم ده. كل الفرق هو كل الفرق وشتان الفرق اصلا ان العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن ما اصبحتش يا جماعه خط لينير. انت لما اعتبرت ان المنشا بتاعك الاستيك فخلاص الاستيك بيعمل ستيفنس ثابته. اما لو المنشا بتاعك ان الاستيك فهتبقى العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن هتبتدي تاخد شكل الهستريتك لوب. ايه بقى الهستريتك لوب دي؟ هو انا يا جماعه المنشا اهو، انا اول لما ازود فورس على المنشا هيبتدي يروح لحد ابعد نقطه، وبعدين يقوم راجع تاني للزيرو، وبعدين يقوم رايح الناحيه الثانيه وراجع كده. طب ممكن اشوف الكلام ده على الرسمه اهو، انت واقف عند الزيرو اهو، ابتديت تزود فورس تزيد الديسبيسمنت تزود تزيد لحد ما المبنى راح لابعد نقطه اهي، وبعدين قام جت الفورس خدت المبنى وديته الناحيه الثانيه، قام خد الفورس جت وديته الناحيه الثانيه وراحت زقته الناحيه الثانيه على الشمال لحد ما راح لابعد نقطه، وبعدين رجع تاني وتالت وتالت ورابع. هي بقى اللوبز اللي جات لك دي هي دي اللي بنسميها الهستريتك لوب. يبقى انت لو انت قررت ان انت تعمل اناليسيز لمبنى ان الاستيك ما تروحش تقول لي بقى ان الاستيك مش ثابت.
ده الاستيفنس بتتغير كل نقطه عن الثانيه الخط ده لمين، وبالتالي الاستيفنس بتتغير معاك، الاستيفنس مش ثابته. وبناء عليه طب هتعامل ازاي؟ طب هصمم المبنى ازاي؟ هقدر البشر ازاي؟ هنا كان الكلام سهل، هنا كان الكلام سهل، خش هات الاكسلريشن وخلص. هتقولي طب وانت ايه مشكلتك؟ هقول لك مشكلتي هي فين اصلا الكي. وبعدين حتى لو عرفت الكي، بقول لك الكي بتتغير، انا لازم يا جماعه ارجع لنفس الجمله اللي لسه قايلها من شويه، اي علاقه بين فورس وديفورميشن، الاريا بتاعت العلاقه دي بتمثل ايه؟ ورك. انتوا تعرفوا يا جماعه دي مين؟ دي انرجي. طب الانرجي دي هتفرق معايا في ايه؟ ده انرجي اللي انت شايفها دي هتتشد جزء منها زي ما اتفقنا، جزء منها صغير في المرحله دي هيمتص، والجزء الثاني الاكبر هيحصل له ديسيبيشن. طب والمنشأ يا جماعه لما يزود، لما الانرجي اللي هيحصل لها ديسيبيشن تزيد، تفتكر الدمبنج بتاعه يزيد ولا يقل؟ عشان هيك بقى لا هتفهمنا النقطه دي. انا دلوقتي عندي منشأ شد الطاقه كتير جدا بالعقل كده والمنطق، هو المنشأ معنى انه شد الطاقه، يعني اتولدت فيه كراك اكتر ولا اقل؟ كلام مظبوط. المنشأ يا جماعه كل ما الكراك تزيد فيه يبتدي يشد الطاقه اكتر. عارف ايه بقى بالتبعيه ايه اللي بيحصل؟ الدمبنج بتاعه بيزيد. المنشأ كل ما يشد الطاقه، كل ما يحصل ديسيبيشن للانرجي، يبتدي الكراك تزيد، يبتدي يشد الطاقه اكتر، فيزيد الدمبنج بتاعه. يشدد اكتر، يزيد الدمبنج اكتر، يشدد يزيد، يعني انت الدمبنج اللي كنت مبتدي بيه من شويه ب 5% ما وعدكش ان هو ده اللي هيفضل اثناء الزلزال، لا ده 5 هتفضل 5 7 10 12 ممكن توصل ل 14 و15 و20%. ايه اللي عمال يزيد؟ المنشأ عمال يروح ويجي، فيحصل كراكس، فيشدد طاقه، فيزيد الدمبنج. وبعدين دي مش لوب واحده، ده يا جماعه انا وريتك بس حركه واحده، ده لوب والثانيه والثالثه، وقاعد عمال يروح ويجي بالمنظر ده. فعلشان كده بقى جه يقول لك ايه؟ طب ايه رايك لو انا حسبت لك الاريا دي؟ ومن الاريا دي هبتدي او على الاقل اطلع لك الانرجي اللي المنشا هيمتصها زي ما فهمناها من السلايد اللي قبل دي، والانرجي اللي المنشا هيشددها. هل من الاثنين دول تقدر تقول لي الدمبنج ريشيو الجديده بتاعت المبنى هتكون بكام؟ اقدر اقول لك. ازاي؟ اقدر اقولها لك من هنا. بصوا كده يا جماعه، بص كده، فاكرين الانرجي ستورد ديت لما كانت العلاقه الاستيك، تعرف تحسبها اللي هي بيقول لك تبدا، ما انت لو التالت كده بخط وبعد كده التالت ايه؟ تروح وتيجي. نعرف احسب لك الانرجي ستورد. طب الشكل اللي هو تقريبا مجازا على شكل اليبس اللي هو بتاع الاستريتك لوب ده، تعرف تحسب الاريا بتاعته؟ ده بيمثل الانرجي الديسيبيتد. اهو قال لك بقى عن طريق الانرجي ديسيبيتد والانرجي ستورد تقدر حضرتك تطلع الدمبنج ريشيو الجديده بتاعت المبنى. اروح احسب مثلا الدمبنج ريشيو الجديده دي تطلع 10%، طب وانت كنت بادئ بكام؟ 5%، يعني الدمبنج اللي هيوصل لها المبنى كام؟ 15%. تقوم حضرتك رايح للريسبونس سبيكترم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه، اهو انت ابتديت بدمبنج بتطلع 5%. فلما رحت حسبت الانرجي ديسيبيتد والانرجي ابسوربد قدرت تطلع منها دمبنج جديده، فخدت الدمبنج الجديده حطيتها على 5% جبت دمبنج اكبر من 5%. ونحن زي ما هو متعارف عليه كل ما بيزيد الدمبنج يا جماعه الريسبونس سبيكترم ده بينزل لتحت، يعني لو ده 5% انا متوقع ان 10% تحت، متوقع ان 2% فوق. فعلشان كده بص ادي انت ابتديت بده، ولما حسبت الاريا بتاعت اللوب ديت قدرت تجيب الدمبنج ريشيو الجديده تحطها على 5 فجبت ريسبونس سبيكترم جديد. تقوم حضرتك داخل بقى بالتي بتاعت المبنى بتاعك، خابط في الريسبونس سبيكترم الجديد اللي انت جبته وتمشي شمال كده تجيب قيمه الاكسلريشن، وبالتالي انت حسبت الفورس. بس امتى الكلام ده؟ لما يكون المبنى بتاعك سنجل ديجري اوف فريدم وحضرتك عايز تتعامل ان المنشا ده عباره عن ايه؟ الالاستيك. يبقى ادي الفرق يا جماعه بين الالاستيك والانالاستيك. طب تعالى نعلى شويه. يعني ايه نعلى شويه؟ يعني لو انا رحت اتكلمت على مبنى مالتي ديجري اوف فريدم، لو انا يا جماعه رحت اتكلمت على مبنى مالتي ديجري اوف فريدم وعايز اصمم المبنى ده، هتيجي حضرتك تقول لي هتتعامل معاه الاستيك ولا تتعامل معاه ان الاستيك؟ هقول لك يا سيدي الاستيك. ايه اللي اعمله بقى؟ معنى ان هو الاستيك يعني حضرتك لا تملك الريسبونس سبيكترم مقداره 5%، لا في بقى انرجي ديسيبيتد ولا بتاع، هي الاستيك يعني العلاقه ايه؟ اهي لينير. خلاص؟ زي ما قلنا هات التايم بيريود
بتاع المنشأ ده. طب ما هو المنشأ ده يا جماعة لما كنا بنحله في الريسبونس سبيكترم كان ليه أكتر من مود شيب، تي واحد وتي اتنين وتي تلاتة، أنهي واحد فيهم المهيمن المسيطر بتاع المود شيب رقم كام؟ واحد. هات التايم بيريود بتاع المود شيب الأولاني خش بيه على الريسبونس سبيكترم أبو 5%، قدر قيمة الأكسلريشن عن طريق بقى البارتيسيبيتنج ماس ريشيو والكلام ده كله، هتقدر ساعتها تقول لي والله خلاص انا لو جبت الاكسلريشن دي اقدر اجيب لك ساعتها قيمه مين؟ البيز شير، ما عنديش فيها مشكله. يبقى طول ما المنشا بتاعتك انت ما عندكش مشكله، بس الفرق ان انت كان هنا في المبنى المالتي ديجري اوف فريدم كان عندك اكتر من تي، فهتاخد انهي واحده بتاعت الفيرست مود؟ لان قلنا الفيرست مود هو الدوميننت، هو المهيمن والمسيطر على حركه المبنى، هي دايما اللي بتاخد المود شير الاولاني. طيب تعالى بقى عشان المشكله جايه حالا اهي. طب لو كان المبنى بتاعي مالتي ديجري اوف فريدم بس انا عايز اتعامل مع المبنى ان الاستيك، ودي الكيس بتاعتنا، احنا بنتعامل مع مباني وعايز اتعامل معاها ان الاستيك. ليه انت عايز تتعامل معاها ان الاستيك؟ امال انت ان شاء الله هتجيب الكيرف ده منين؟ هو الكيرف ده بيجي من الاستيك؟ لا، ده انت لازم تتعامل مع المبنى ان الاستيك. ما انا بقول لك هدفي دلوقتي هو الكيرف، عشان كده ابتديت قلت لك هو انت ليه عايز تعمل بوش اوفر اناليسيز؟ عايز اعمل بوش اوفر اناليسيز عشان خاطر الكيرف. طب وانت الكيرف ده اصلا هتجيبه بأنهي طريقة؟ إن لازم حضرتك تعتبر إن المنشأ ده ماله؟ إن إلاستيك، علشان تقدر حضرتك تجيب مين؟ الكيرف ده. طب إيه اللي بيحصل مع المالتي ديجري أوف فريدم؟ أهو يبتدي استنزال يا جماعة بزيرو، ياخد المبنى يوديه لبعيد ويرجع تاني الناحية التانية ويقوم باعت أكتر ويرجع فيشرخ أكتر فتروح مسافة أبعد ويرجع ويروح ويجي ويروح ويجي، يحصل بقى مجموعة من الهستريتك لوب بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طيب وبعد الناس اول لما بتشوف الشكل ده كده ايه بتزعل منه وبتتخض، لكن انت فاهم الشكل ده عباره عن ايه؟ ده حركه المبنى يا جماعه، دي حركه المبنى. بس تلاحظ ان انت ليه مش بتروح وبتيجي على نفس اللوب؟ ده منطقي جدا طبعا، لان المبنى على فكره اول لما راح اول مره اتكسر شويه فالستيفنس بتاعته قلت، فيحصل ديجريديشن في الستيفنس، فبالتالي لما تيجي على اللوب الثانيه تلاقي الكيرف بتاعتها قلت، على اللوب الثالثه هتقل اكتر واكتر وتقل وتقل، وده منطقي. عشان كده بقول لك انت مش بتروح وتيجي في نفس اللوب، ما ده كده معناه ان الاستيفنس ثابته. لا، ده انا المفروض بعد اول زقه حصل شويه كراكس، يجي الزقه الثانيه تزود الدنيا، تزود. طب وايه اللي بيحصل؟ الاستيفنس بتقل، يبقى لازم الكيرف تفضل تقل، والرسمه دي بتقول لي كده، والرسمه دي بتقول لي كده. طيب تعالى بقى دلوقتي، انت دلوقتي قلت لي شكل العلاقه ما بين الفورس والديفورميشن، الشكل العجيب الغريب اللي مرسوم ده، فاحنا بقى واقفين محتارين فين بقى النون لينير كيرف اللي انا بدور عليه؟ قال لك بص بقى انا هدي لك طريقه اسمها بوش اوفر. على فكره ده الشكل ده، بس عشان نبقى موضحين الامور، الشكل ده حضرتك تقدر تحصل عليه عن طريق حاجه واحده بس، التايم هيستوري اناليسيس. يعني لو حضرتك بتتعامل مع ريال داتا مع زلزال حقيقي تقدر تطلع شكل العلاقه دي، بس الموضوع مرهق ارهاق السنين، ان انت علشان بقى تشتغل تايم هيستوري مع المبنى ده وتجيب شكل العلاقه دي ومنها بقى تقدر تمسك البيكس بتاع النقط دي كلها وتقول يبقى والله شكل الكيرف اللي انا بدور عليه هيبقى تقريبا حاجه بالشكل ده، الموضوع يا جماعه مرهق. جه بقى قال لك خلاص اولا هدي لحضرتك طريقه، الطريقه دي هخليك بدل ما انت هتتعامل مع الهستريستيك لوب دي هخليك تتعامل مع حاجه اسمها المونتونيك لود. ايه بقى قصه المونتونيك لود دي؟ اوعى تنسى هدفي، هدفي الكيرف، هدفي هو الكيرف، مش انت عايز تجيب الكيرف ده؟ مش ده اللي انت بتدور عليه؟ اللي انت كنت عشان تجيبه بالتايم هيستوري بالشكل المكعب اللي كان هنا وكان لازم تقعد بقى ترسم كده وتعدي على البيت بتاعهم كلهم فيطلع الكيرف ايه؟ اللي انت شايفه ده. لا يا عم سيبك من الكلام ده، مش هخليك تشتغل هيستوريتك لوب دي خالص، انا هخليك تشتغل بنوع من الحمل اسمه المونتونيك لوب. عشان كده بقول لك اهو انت تقدر تكريت الهيستوريتك لوب من المونتونيك لوب. طب وتطلع ايه بقى المونتونيك لوب دي؟ يقول لك بص انا هروح اجيب المبنى بتاعي واروح ازقه وافضل ازق في المبنى وهحط اعلم كده على اخر نقطه في المبنى الروف، واروح اجيب لك الروف ديسبليسمنت مع كل زقه، ازق واشوف الديسبليسمنت، ازق واشوف الديسبليسمنت لحد ما اجيب لك الكيرف ده. يبقى الكيرف اللي انا شايفه ده يا جماعه اللي لسه هنحكي عليه بالتفصيل برضه هو بيجي ازاي، فمجازا فانا بقول لك ان انت المونتونيك لود ده بيجي عن طريق ان حضرتك بتزق المبنى وتشوف الروف ديسبليسمنت دوت بيبقى قيمته ازاي، فبديهي قيمته بتزيد كل ما الكورس تزيد الروف ديسبليسمنت ايه؟ بتزيد. طيب
الكيرف اللي حضرتك شايفه ده خاص بالمبنى ده. ده يا جماعه الكيرف ده الكيرف ده على فكره اللي هو المونتونيك لود اللي حضراتكم شايفينه ده بنسميه البوش اوفر كيرف. الكيرف ده خاص بالمبنى، ما المبنى ده هو اللي انا زقيته، وهنشوف آلية الزق ازاي، لان ما بنزقش كده مش هنزق ونمشي، يعني ليه طريقه معينه هنشوف حالا دلوقتي الكلام ده. ولكن الكيرف ده جاي من المبنى ده، فقدرت دلوقتي اقول ان الكيرف ده اسمه البوش اوفر كيرف. طب هو السؤال، هو الزلزال دلوقتي لما هيجي اصلا في الحقيقه ياثر على المبنى ده؟ يعني انا خلاص كون ان انا جيب الكيرف ده ما فيش زلزال، خلاص انا ما فيش، ده انا اللي بزقه، انا بقول لك انا اللي قاعد بزق المبنى لحد ما جبت الكيرف ده. طب في الاخر بقى لما زلزال يجي يضرب في المبنى ده هيوصله لحد فين؟ فحضرتك بقى بتروح تدور على النقطه هنا. ايه النقطه دي؟ الزلزال. امال ده ايه؟ ده مش زلزال، ده مبنى. كان بالظبط يا جماعه بقول لك اهو بالظبط، ادي المبنى بتاعي، قعدت ازق فيه، ازق بفورس ستاتيك فورس، انا باثر اهو. على فكره طريقه البوش اوفر اناليسيس اسمها ستاتيك نان لينير ميثود، هي طريقه ستاتيك لان حضرتك بتزق بستاتيك فورس زي ما هتشوف. ولكن هي قال لك خلاص الكباستي كيرف بتاع والبوش اوفر كيرف بتاع المبنى ده هو اللي جالك. طب انا عايز اعرف بقى المبنى اللي انا رسمت له الكيرف ده لما يجي له زلزال في الحقيقه هيوصل لديفورميشن مقداره قد ايه؟ هي النقطه دي اللي هنتكلم بقى عليها كمان شويه ونعرف نجيبها منين، لكن خلينا نقول مجازا ان انا عرفتها. النقطه دي حتى بص كاتب لك عليها ايه؟ الديسبيسمنت مين؟ ديماند. احنا قلنا يا جماعه ايه الديماند؟ اللي جاي. ايه الكباستي؟ انا كمبنى ليا كباستي، وانت كزلزال سببت لي ديماند. اه انا بقى بسال على النقطه دي اجيبها منين؟ فقلت لك يا سيدي اعتبر نفسك مجازا عرفتها. هي النقطه دي. تقول حضرتك عامل ايه؟ تيجي بقى من النقطة دي اللي أنت عرفتها على الكيرف، تقوم أنت مخلق شكل الهيستريتيك لوب بالمنظر ده. طب وبعدين؟ تقوم حاسب الأريا بتاعتها. الأريا بتاعتها بتعني إيه؟ تعني دم. تعمل بيه إيه؟ تزوده على الدم من 5%. يحصل إيه في الريسبونس سبيكترم؟ ينزل لتحت. تقوم داخل بالبيريود بتاع مين؟ بتاع الموتشيم الأولاني. تخش بالبيريود بتاع الموتشيم الاولاني على الريسبونس سبيكترم تجيب مين؟ القيمه دي. طيب هو انت اصلا ايه علاقه البوش اوفر اناليسيس بالبرفورمانس بيست ديزاين؟ ما انا لو عرفت في البوش اوفر اناليسيس الكيرف ده وعرفت الزلزال هيوصلني لانهي نقطه، هاخد النقطه دي احطها واشوف انا وصلت لانهي مرحله علشان اقول المبنى بتاعي الميديت اوكيوبانسي ولا لايف سيفتي ولا كولابس بريفنشن، وهي دي بقى دخلتهم في بعض. يبقى انت عندك مبنى ليه بوش اوفر كيرف، وعندك زلزال هيسبب ديسبيسمنت للمبنى، ده بيجي من حته وده بيجي من حته. الكيرف بيجي من البوش اوفر. اما النقطه دي، دي جايه من الزلزال اللي هنحكي بقى دلوقتي قالت لك تجيبها منين. لكن لو عرفت النقطه دي هتقدر ساعتها تيجي بالراجع، عشان كده انا بقول هنا ايه؟ هخليك تخلق لي الهيستريتيك لوب من المونتونيك لوب. يبقى انت معاك المونتونيك لود اهو، تروح بقى او المونتونيك كيرف تروح انت تخلق منه بقى الهستريس لود ديت اللي تقدر بقى تاخد الدمج بتاعها، اهو ده بديل عن الشكل المكعبل اللي كان مرسوم هنا من شويه، واسهل بكتير من ايه؟ من التايم هيستوري. يبقى دلوقتي بقى يبقى السؤال اللي المفروض اجابته تحل لنا بقى ايه؟ او تخلينا نبقى قطعنا مشوار كبير في الموضوع، هي النقطه دي هتيجي منين؟ هتجيبها منين؟ يعني خلاص المبنى وعرفت قصته، هروح لاي سوفت وير اقول له لو سمحت حط لي المبنى ده واثر عليه بقى بلود. طب ممكن تعرفني طبيعه اللود بقى اللي انا قلت لك اللود مش بيتحط اي لود، عايز اعرف طبيعه اللود اللي حضرتك هتروح تاثر بيه على المبنى ده شكله ايه؟ طبيعه اللود يا جماعه اللي باثر بيه على، انا دلوقتي بقول لك بجيب المبنى واثر عليه بلود. اللود ده حاجه من الاثنين، اللود ده يا جماعه حاجه من الاثنين، يا اما اللود دوت يكون واخد شكل المود شيب الاولاني بتاع المبنى اللي هو مثلث مقلوب، اعلى قيمه ليه فوق بواحد وينزل معاك يجيب الزيرو، مش ده شكل المود شيب بتاع المبنى لما بيتحرك حوالين الاكس بتاعه، دايما شكل اللود بياخد شكل المود شيب الاولاني، فحضرتك تبتدي تحط قيمه معينه تزودها شويه تزودها اب وتفضل تزود 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 لحد ما حضرتك تجيب الكيرف اللي انت بتقوله، وممكن ما تحطش اللود بالمنظر ده. طب وانا ايه اللي يخليني احط اللود بتاع المنشب الاولاني؟ طب ما عرض المنشب بتاعي لجراوند اكسلريشن، اعرضه لهزه ارضيه. ولما عرض المنشب بتاعي لهزه ارضيه
هبتدي بقى اجيب الفرصه اللي رايحه لكل دول، يبقى انا هقول لك زق المبنى ده باللود ده. طب واحد يجي يقول لك هو انت ايه اللي يخليك تشتغل باليو دبل دوت جي؟ طب ما تشتغل بناقص يو دبل دوت جي، هتفرق ايه يعني؟ لان هوريكم كمان شويه لما نروح بقى اوريك هتعمل الكلام ده ازاي في الكتاب، حاجه اقول لك ان البوش اوفر كيرف ده لما بتيجي تدخله للبرنامج هيجي كده في مرحله من المراحل يقول لك دخل لي السكيل فاكتور، يقول لك انت عايز تزقه بايه؟ بمود شيب ولا بجراوند اكسلريشن؟ هقول له بجراوند اكسلريشن. لما انت بتحط له السكيل فاكتور بواحد ويجي يرسم لك البوش اوفر كيرف بيرسموني كده. طب انا مش عايزه كده، حاسه مقلوب، ما تخليه لي يا عم زي ما الناس كلها بترسم. خلاص حضرتك حط بقى ناقص يو دبل دوت جي علشان الفرصه تتولد في المبنى كده، علشان لما يجي يجيب لك البوش اوفر كيرف يطلع لك البوش اوفر كيرف اللي حضرتك مستنيه. فحته بقى ايا كان، يا اما بتزق بشكل المود شيب الاولاني، يا اما بتزق اليو دبل دوت جي او اللي هي العجله نفسها بتاعت الايه الزلزال. ويفضل ان انت لو بتشتغل هوريها لكم كمان شويه، وانت بتشتغل قول له لا انا عايز ازق ناقص يو دبل دوت جي، انا هزق كده، فالفرصه تتولد في المبنى كده، فيرسم لك البوش اوفر كيرف بالشكل اللي انت ايه اللي انت منتظره. بس في برضه مازال مشكله. طب ايه المشكله؟ المشكله يا جماعه ان انا ضحكت على حضرتك وقلت لك ان انا هحط لود على المبنى وهفضل ازوده بالتدريج. الحقيقه انا ما بحطش لود. امال بحط ايه؟ امال المبنى هيمشي ازاي؟ انا بحط لود باترن مش لود فاليو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت متخيل مثلا ان المثلث ده رحت قلت لك ده ايه حمل 10 طن وده 9 وده مش عارف 8 وايه وحد ما اوصل لزيرو؟ لا، حتى كده ركز حتى في التايتل بتاعنا ايه؟ بحط لود باترن. يعني ايه بتحط لود باترن؟ يعني بحط شكل حمل. طب وما تحط حمل؟ ما ينفعش احط حمل. طب ليه ما ينفعش احط حمل؟ تعالى في السلايد دي هتعرف ليه ما ينفعش احط حمل. انا دلوقتي يا جماعه لما هاجي اتعامل مع المبنى وهتعامل مع اللود وهتشوف الكلام ده برضه كمان شويه على البرنامج، يجي يقول لحضرتك انت عايز تشتغل لود كنترول ولا ديسبليسمنت كنترول؟ طب ممكن نفهم الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه لود كنترول؟ لود كنترول يعني حضرتك بترسم علاقه بين لود وديسبليسمنت. فلود كنترول دي يعني حضرتك تقول له ممكن تحط 10 طن؟ ماشي، وتجيب لي الديسبليسمنت؟ جبتها. ممكن تحط 20 وتجيب لي الديسبليسمنت؟ ممكن تحط 30؟ يبقى بتحط لود بقيم متساويه 10 20 30 40، ولكن هتحصل مشكله. اول لما توصل ادي 10 جبت ديسبليس، طبعا انت بتحط لود ايكوال لود، لكن الديسبليسمنت اللي هتحصل اكيد مش ايكوال، انت حطيت 10 بعد كده خليتهم بقوا 20 خليتهم بقوا 30، هو انت الديسبليسمنت هيزيد معاك يونيفورم كده بانتظام؟ اكيد لا. لكن انت مين اللي انت اللي حاطط بايدك لود قيمته مالها؟ قد بعضها. فهتيجي بعد 10 20 30 40 تيجي تحط لود مقدار 50. 50 ايه يا عم؟ المبنى خلاص وصل للفجر، انت اصلا مش شايف النقطه دي. اول لما تيجي تحط نقطه هنا، فانت بالتالي اول لما تيجي تحط على المبنى 50 الكيرف اصلا خلاص انت عديت المراحل مش هتعرف ترسمه. امال الكيرف ده علشان يترسم يترسم ازاي؟ يترسم بحاجه اسمها ديسبليسمنت كنترول. يعني ايه بقى ديسبليسمنت كنترول؟ لا انا هقول لك حط الحلم على شكل مثلث، اعلى قيمه ليه فوق بواحد واقل قيمه ليه تحت بصفر، واقول لك لو سمحت قيمه المثلث تبقى كام علشان ده يتحرك سنتي؟ يفضل هو بقى يعمل التريشن مع نفسه، يزود يزود ويروح ويجي ويعمل، يقول لك امسك يبقى لازم الحمل ده يبقى قيمته كذا عشان يروح سنتي، اقوم اديله سنتي تاني، محتاجه حمل قد ايه؟ طب سنتي تاني، طب سنتي رابع، طب سنتي خامس، بكده تقدر تجيب الكيرف ده؟ يعني انا بديله قيم ديسبليسمنت متساويه وهو اللي يحسب اللود. علشان كده ارجع واقول لك تاني، انت مش بتدخل لود، انت بتدخل لود باترن شكل حمل وهو اللي بيحسب الحمل عن طريق ان انت بتقول له لو سمحت اشتغل لي ديسبليسمنت كنترول، اشتغل بقيم ديسبليسمنت ثابته وانت اللي تحسب قيمه الحمل المناظره اللي توفق لك او اللي تجيب لك كل ايه؟ كل ديسبليسمنت من ده. علشان كده بنقول في مرحله من المراحل لما البرنامج يسالك انت عايزني علشان ارسم لك الكيرف ده اشتغل لود كنترول ولا ديسبليسمنت كنترول، علشان الكيرف ده يطلع لازم له ديسبليسمنت كنترول، اثر بمسافات ثابته واحسب انت قيمه الحمل الملازمه او المناظره لكل ايه؟ لكل مسافه من دي علشان تتحركها. ادي معنى يا جماعه اللود كنترول والديسبليسمنت كنترول. طيب خلاص نرجع بقى كده، يبقى انت خلاص حطيت اللود باترن وقدرت دلوقتي تجيب شكل الايه؟ شكل البوش اوفر كيرف زي ما احنا جايبينه. ازاي بقى اعمل اسسمنت للبرفورمانس بتاع المبنى؟ خلاص انا جبت الكيرف دلوقتي
وكله تمام. خلي بالكم انا جبت الكيرف لكن ما زال عندي مشكله. مين فاكرين النقطه اللي انا المفروض اجيبها على الكيرف اللي بتمثل الديماند علشان اشوف هي هتجي لي عند انهي كباستي؟ انا لسه ما جبتهاش خلاص. فهنا يجي يقول لك ايه، يبقى انت بقى عشان تعمل اوفر اول ستيبس للبرفورمانس اسسمنت ديت، تمسك حضرتك المبنى بتاعك ده، تحدد الاحمال بتاعه كده كده بيأثر عليه فيرتيكال لود وبيأثر عليه هورزونتال لود، تقوم حضرتك جايب اللود باترن وماشي علشان تجيب الكيرف دوت عن طريق الديسبيسمنت كنترول، تستنتج شكل مين البوش اوفر كيرف. وارجع للمره الثالثه بقول لك ده الهدف الرئيسي من البوش اوفر اناليسيس، ده كده لما جه البوش اوفر دور انتهى، الكيرف ده مجرد انه جه البوش اوفر انتهى خلاص. طيب بعد ما جبت الكيرف ده اجي اقول لك بقى علشان حضرتك تجيب لي البرفورمانس بتاع المبنى، يلزمك تقول لي الزلزال لما يجي يضرب في المبنى اللي ده البوش اوفر بتاعه هيوصلني لانهي نقطة، عشان اخد النقطة دي اقارنها بالتلاتة برفورمانس ليفل واشوف جات لي فين، ويبقى اقول لك يبقى الاوفر اول برفورمانس بتاع المبنى ده هو كذا خلاص. والكلام ده يا جماعه اهو مسكت مبنى عايز اول حاجه اكريت نان لينير بيلدينج او نان لينير ستراكشر خلاص. عشان تحول المبنى ده لنان لينير عارف تعمل فيه ايه؟ حط البلاستيك هنج. ما هي البلاستيك هنج دي اللي بتمثل الكراكس اللي هتحصل، ما هو حصل كراك بقى نان لينير. فعلشان كده بقول لك اول خطوه بقول لك روح اعمل كريت للنان لينير ايه؟ بيلدينج او النان لينير موديل. تمسك كل كاميره في المبنى تحط البلاستيك هنج في اولها ونهايتها، وكل عمود في اوله ايه؟ واوله ونهايته. طب بعد كده بقول لك طبق الجرافيتي لود، هات المبنى بتاعك ده وابتدي اثر عليه بحمل راسي، وروح دور على علاقه بين اللود والديسبيسمنت. بس لحد اللحظه دي مفيش اصلا علاقه بين اللود والديسبيسمنت، ده انا بقول لك باثر بفيرتيكال لود، فبالتالي ما ظهرليش اي حاجه. طب بعد ما حطيت الفيرتيكال لود رحت قلت بقى لحضرتك ابتدي حط لاترال لود. لود فاليو ولا لود باترن؟ لا خلاص عرفنا اللعبه، حط لود باترن، حط شكل حمل. فحضرتك مجازا هنقول ان انت بقى ابتديت اهو زقيت المبنى جزء، فابتدى تحت يا جماعه بص ايه اللي يحصل؟ ابتدت العلاقه تظهر اهو ما بين البيشير والروف ديسبيسمنت، رحت زقيت شويه فحصل شويه ديسبيسمنت، جبت اول نقطه انا جبتها، ومع ذلك تمسك بقى كل بلاستيك هنج تتبعها. طب ويا ترى في شكل العلاقه بين المومنت والكيرفيتشر او الام والسيتا اللي بتحصل للبلاستيك هنج وصلتك لفين ولتكن النقطه الخضراء؟ اصل انا ما كنتش لسه زايق كتير. طب ممكن حضرتك تزق اكتر؟ ممكن. ايه اللي هيحصل؟ الكيرف راح لحته ابعد. طب والبلاستيك هنج اخبارها ايه؟ لا ده بص انا وصلت لنقطة أعلى، واضح إن أنا زقيت بقيمة أكبر فحصل مومنت أكتر فحصل سيتا أكتر فابتدت النقطة تزيد معايا. طب ممكن تزود أكتر؟ رحت زودت أكتر ابتدى الكيرف يعلى أهو معايا، والبلاستيك هنج راحت لنقطة أبعد، زقيت أكتر ابتدى الكيرف يزيد، والبلاستيك هنج تروح لنقطة أبعد، وهكذا لحد ما أوصل لشكل الكيرف اللي حضراتكم شايفينه بكل البلاستيك هنجز اللي اتولدت في المبنى اللي عندي عن طريق الشكل اللي إيه اللي حضراتكم شايفينه، وعن طريق بقى أشوف بقى العلاقة بين الإم والسيتا بتاعت كل هنج من دي هتوصلها لفين؟ مين اللي في الهنجز ديت وصلت للأي أو؟ مين اللي وصلت للإس إيه للإل إس؟ مين اللي وصلت للمين؟ للسي بي؟ وبناء عليه اقدر اجيب البرفورمانس. يبقى بقى اخر سؤال عايزين نساله، اخر سؤال، النقطه يا جماعه الديماند، الديفورميشن ديماند هجيبها منين؟ قال لك بقى الديفورميشن ديماند دي ليها سكتين. الديفورميشن ديماند يا جماعه ليها سكتين، سكه موجوده في الاي سي اي وسكه ثانيه موجوده في الفيما، والاثنين في الكود الامريكي، والاثنين موجودين في الاي اس سي اي. علشان حضرتك تجيب النقطة دي، أولا النقطة دي اللي حضرتك مركزين عليها من شوية وبقول لك إحنا هنجري وراها علشان نجيبها، النقطة دي يا جماعة في إحدى الأماكن بتتسمى البرفورمانس بوينت، وفي إحدى الأماكن التانية بتتسمى التارجت ديسبيسمنت. النقطة دي اللي موجودة على البوش أوفر كيرف، لو أنت هتشتغل بالطريقة اللي موجودة في الـ ATC هيقول لحضرتك النقطة دي البرفورمانس بوينت. لو انت هتشتغل بالفيما هيقول لحضرتك النقطه دي اسمها التارجت ديسبيسمنت، الاثنين هي النقطه اللي انا بدور عليها. طب يا عم الاي سي الاي تي سي دي قالت لي ايه؟ قال لك الاي تي سي ديت بتقول لحضرتك انا هعلمك طريقه اسمها الكاباستي سبيكترم ميثود، تستخدمها هتقدر توصل بيها للبرفورمانس بوينت اللي انت بتدور عليها علشان تروح تحطها على البوش اوفر كيرف اللي انت جبته. اما لو جيت لي بقى في الفيما هعلمك طريقه اسمها الكوفيشنت ميثود،
تقدر حضرتك تستخدمها علشان تجيب التارجت ديسبيسمنت اللي هي نفس النقطه اللي انت بتدور عليها. يبقى عشان كده انا بقول لحضرتك عندك اتجاهين، يا تروح للاي تي سي وتروح تدور في الكاباسيتي سبيكترم ميثود، يا اما تروح للفيما وتروح تدور في الكوفيشنت ايه، في الكوفيشنت ميثود. طب تعال نروح بقى للطريقه الاولانيه والاهم من وجهه نظرنا اللي هي الكاباسيتي سبيكترم ميثود. الطريقه دي يا جماعه معتمده على ايه؟ الطريقه دي معتمده على ايه؟ يقول لك مش انت عملت بوش اوفر وجبت الكاباسيتي كيرف. انا قلت لكم يا جماعه البوش اوفر كيرف ده بنسميه احنا ايه؟ الكاباسيتي كيرف. انا فعلا عملت بوش اوفر اناليسيس وجبت الكاباسيتي كيرف اهو، اللي كان علاقه بين مين ومين؟ البيش شير والروف ديسبيسمنت. ممكن حضرتك تحول الكاباسيتي كيرف لحاجه هنسميها الكاباسيتي سبيكترم، وده يطلع ايه بقى الكاباسيتي سبيكترم ده؟ قال لك الكاباسيتي سبيكترم بدل ما ده فورس او بشير يعني وده ديسبيسمنت، هيبقى الراس بتاعي حاجه اسمها سبيكترال اكسلريشن، والافق بتاعي يبقى حاجه اسمها سبيكترال ديسبيسمنت. فانت اول خطوه بتعملها هنا علشان توصل للبرفورمانس بوينت بالطريقه بتاعت الكاباسيتي سبيكترم ميثود ديت، حضرتك بتروح تشتغل تحول الكاباسيتي كيرف لكاباسيتي سبيكترم. ده بيتم ازاي؟ قلت لك بيتم عن طريق بقى المود شيب بتاعت المبنى والخصائص الديناميكيه، وفيها شويه شغل كده فايبريشن ايه عاليين شويه مالناش دعوه بيهم. فاحنا دلوقتي خدنا الكاباستي كيرف اتحول للكاباستي سبيكتر وركبنا، يعني هي الكيرف ده بس خليت الاكسل الراس بتاعي سبيكترال اكسلريشن والاكسل الافقي سبيكترال ديسبيسمنت. طيب وبعدين؟ هو الكيرف ده قلنا ده اسمه مين؟ الكاباستي كيرف. طيب ممكن بقى حضرتك تروح تدور على الديماند. ايه الديماند كيرف ده؟ هو مش الديماند ده يا جماعه قلنا ده اللي جاي من الزلزال؟ انتوا تعرف مش تعرف ده لازم تكونوا عارفين ان الريسبونس سبيكترم ده هو ايه؟ هو الزلزال. يعني الريسبونس سبيكترم ده لما بقول لك انا بخش الريسبونس سبيكترم عشان اجيب الفورس، هو انت بتعمل ايه؟ بتقول والله انا كاني كما لو كان الريسبونس سبيكترم ده هو بالنسبه لي الزلزال، وهو فعلا لان هو جاي من زلازل كتيره. فاحنا بنقول خلاص انا هعتبر ان الديماند كيرف ده، مش هعتبر، هو بالفعل الديماند كيرف ده هو الريسبونس سبيكترم اللي هو اصلا علاقه بين مين؟ الريسبونس سبيكترم يا جماعه وارد يكون علاقه بين السبيكترال اكسلريشن والتي، او السبيكترال فيلوستي والتي، او السبيكترال ديسبيسمنت والتي، لكن احنا بنهتم بمين؟ بالسبيكترال اكسلريشن، عشان انت يهمك الريسبونس سبيكترم تخش تجيب مين؟ اكسلريشن عشان منها تجيب فورس. فانا بقول لك بقى، فاكر انت الديماند كيرف دوت؟ الديماند كيرف اللي هو بتاع الريسبونس سبيكترم، خد الديماند كيرف ده اللي هو علاقه بين السبيكترال اكسلريشن والتايم فاليو، هتحوله لحاجه اسمها ديماند سبيكترم. وده يطلع ايه كمان الديماند سبيكترم ده؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ بدل ما حضرتك بتستخدم سبيكترم واحد اسمه سبيكترم اكسلريشن مع التايم فاليو، بيروحوا يدمجوا اثنين مع بعض، السبيكترم اكسلريشن مع السبيكترم ديسبيسمنت. ما هو احنا قلنا الريسبونس سبيكترم الافق بتاعه تي، ده الشكل المتعارف ليك انت، الافق بتاعه تي والراس بتاعه ممكن يبقى ايه وممكن يبقى في وممكن يبقى اس، ممكن يبقى سبيكترال ديسبيسمنت، ممكن يبقى سبيكترال فيلوستي، ممكن يبقى سبيكترال اكسلريشن اللي هو الشكل ده. احنا بقى في الكاباستي سبيكترم كيرف ده بيدمجوا اثنين سبيكترم مع بعض، سبيكترال اكسلريشن مع سبيكترال ديسبيسمنت. طب هتقول لي طب والبيريود فين؟ البيريود بقى يا جماعه بتبقى عباره عن ريديال لاين كده طالعه من الاورجن، والكيرف اللي حضرتك شايفه ده هو ده اللي اسمه ديماند سبيكترم كيرف. يبقى رحت وقلت لك حول الريسبونس سبيكترم كيرف لديماند سبيكترم كيرف. طب حد متخيل انا ليه عملت كده؟ ايه الهدف من ان انا احول الشكل ده للشكل ده؟ لو انت مركز شويه، هو ده مين؟ اس اي وده مين؟ اس دي. طب معلش كده ممكن نرجع للسلايد اللي قبل دي؟ ممكن نرجع يا جماعه كده للسلايد اللي قبل دي. الافق بتاعك كان مين؟ اس دي. طب والراس بتاعك؟ اس ايه. ايه ده؟ انا حولت الاثنين لحاجه واحده؟ يعني الكاباستي كيرف اترسم علاقه بين سبيكترال اكسلريشن وسبيكترال ديسبيسمنت، والديماند كيرف اترسم علاقه بين سبيكترال اكسلريشن وسبيكترال ديسبيسمنت، وده بيمثل المبنى وده بيمثل الزلزال. يبقى اكيد لو رحت حطيت الكيرفين على بعض يبقى نقطه التقاطع دي هو ده
قيمة الديفورميشن اللي هتحصل للمبنى لما يأثر عليه الزلزال ده. يبقى بصوا يا جماعة إيه اللي هيحصل هنا؟ رحت حطيت الاثنين على بعض، ما أنا وحدت دلوقتي الأكسيس بتاعتي، بقى هنا سبيكترال أكسلريشن وسبيكترال ديسبليسمنت، وجبت الكباستي كده. طب وهنا سبيكترال أكسلريشن وسبيكترال ديسبليسمنت والتايم بيريود عبارة عن راديال لاين، يبقى أنا كده جبت الديماند. طب ما هو ده هو الزلزال وده هو المبنى، يبقى أكيد نقطة تقاطع الاثنين دول مع بعض هي دي التارجت ديسبليسمنت، أو هي دي البرفورمانس بوينت، أو هي دي النقطة اللي أنا محتاج أعرفها علشان أقيم الأداء بتاع المبنى ده. بس برضو أنا بقول لكم يا جماعة الموضوع يعني إحنا بنحاول أهو نبسطه لكن معقد شويتين. طب هو إيه إن شاء الله كم الديماند سبيكترم اللي أنت راسمهم دول؟ قال لك أه، هو أنت ناسي إن إحنا شغالين نان لينير؟ أه شغالين نان لينير، يعني الريسبونس سبيكترم أكيد مش بتاع الخمسة في المية دي البداية خالص لما كان إلاستيك، لكن اكيد الريسبونس سبيكترم ده اكيد المبنى بتاعك اللي حضرتك قاعد عملت زق فيه ويعدي اليلد ويتولد بلاستيك هنج ويحصل فيه كراك ويشتت طاقه اكتر فيحصل دمج اكتر، فالريسبونس سبيكترم ده يفضل ينزل. فاكيد الموضوع علشان توصل بقى للنقطه اللي انا بقول لك مجازا هي تقاطع الاثنين مع بعض، لا دي هتحتاج منك شويه شغل. طب تجيبها ازاي؟ يبقى انا خلاص انا دلوقتي اقتنعت ان انا حولت الاثنين لحاجه واحده علشان اقدر احطهم على بعض، لكن عندي مشكله ما اقدرش اخد الريسبونس سبيكترم ده كده على طول اقاطعه مع البوش اوفر كيرف واقول هي دي النقطه، لان الريسبونس سبيكترم اللي معايا ده بتاع 5% بتاع الالاستيك، لكن الحقيقه هي مش الاستيك، الحقيقه ان انا واثق ان الريسبونس سبيكترم دوت هينزل كتير لتحت لان الدمبنج هيزيد. طب هتجيب بقى النقطه دي ساعتها ازاي؟ هتوصل لها ازاي؟ النقطة يا جماعة بتبتدي بفرد. النقطة بتبتدي بفرد، يعني أنت لحد اللحظة دي أنت تملك الكيرف ده وتملك الكيرف ده. صح؟ أدي الديماند وأدي الكباستي. بص بقى يقول لك علشان توصل للنقطة دي هتجيبها ازاي؟ يجي يقول لك افرض النقطة. مش أنت النقطة اللي أنت بتدور عليها نقطة على الكباستي كيرف ده؟ أه. يا عم أنا بدور عليها، تقول لي افرضها؟ يا سيدي افرضها. رحت فرضتها هي. طب وبعدين؟ يقول لك ممكن تحول لي الكباستي كيرف ده لباي لينير كيرف. يعني ايه باي لينير كيرف؟ يعني بدل ما حضرتك ما تتعامل مع الشكل اللي مش ظريف ده، تعال نحوله للشكل ده. هتقول لي يا سلام، طب ما انا ممكن اروح امشي كده. واحد تاني يروح يمشي كده. وكلنا اهو كلنا فرضنا نفس النقطه دي، بس كل واحد هيروح يرسم باي لينير كيرف بمزاجه. قال لك لا، ما هو في شرط. لازم تكون الاريا يا جماعه اللي تحت الباي لينير كيرف ده هي نفس الاريا اللي تحت الكباستي كيرف ده، عشان كده تلاقيه هو هنا عدى الكباستي كيرف بشويه وجه هنا نزل تحت شويه، فتقريبا يطلعوا الاثنين اريا عند بعض. يبقى هي مش اي حاجه والسلام. اه حضرتك ابتدي باي نقطه تعجبك وتقوم محول الكباستي كيرف لباي لينير كيرف، بشرط ان تكون الاريا اللي تحت الباي لينير كيرف هي نفس الاريا اللي تحت مين؟ الكباستي كيرف. طب وبعدين؟ يجي يقول لك بقى تقوم راسم من النقطة اللي حضرتك فرضتها خط كده بيمثل الايكويفلنت ستيفنس بتاع المنشأ. أنا بقول والله المبنى ده الايكويفلنت ستيفنس بتاعه أهو فورس وديفورميشن، يبقى أنا هقول إن ده الايكويفلنت ستيفنس، يبقى هي دي الكي. الكي سيكند اللي قطعت الكيرف دي أو بنسميها ساعات الكي ايكويفلنت. رحت حضرتك جبت الكي، يبقى أنت متأكد إن الكي بتعرف تطلع منها مين؟ تي. طيب يبقى اركن بقى تي دلوقتي، يبقى أنا جبت النقطة عملت الباي لينير، جبت الخط ده حسبت ميله هو الاستيفنس، الاستيفنس اوميجا، الاوميجا تي، فجبت التي وقلت لك اركنها. شايف من نفس النقطه اللي انت لسه فرضها دلوقتي؟ وهرجع بقى كده، فاكرين الهستريتك لوب اللي حضرتك ما كنتش عارف تجيبها؟ تعالى انت كده بقى بالراجع ارسمها بالمنظر ده، والاريا بتاعتها هي مين؟ الدمبنج. هتكون حضرتك حاسب الاريا بتاعت اللوب دي. طب بعد ما احسب الاريا بتاعت اللوب دي تروح جري طالع على الريسبونس سبيكترم ابو 5% من الاريا بتاعت اللوب دي حضرتك حولتها لدمبنج زيرو، تقوم مزوده على الدمبنج بتاع كام؟ ال 5%. هيقوم الريسبونس سبيكترم حصل له ايه؟ نزل لتحت كانك شغال على التاني ده. تقوم حضرتك داخل بقى على الريسبونس سبيكترم ده بانهي دي؟ اللي انت لسه جايبها. تقوم داخل هنا كده على الريسبونس سبيكترم، تروح جايب السبيكترال اكسلريشن، تقوم واخد السبيكترال اكسلريشن دي تقدر تحولها لفورس تاني، وتقوم داخل بيها على الكيرف اللي انت رسمته في الاول. السؤال بقى هتجيب نقطه، هل الديفورميشن بتاع النقطه دي هو اللي انت كنت فرضه في البدايه؟ لا.
تقوم عامل تراية تانية. تاني يا جماعة. تاني. ما أنا قلت لكم في البداية الموضوع مش سهل، إحنا بنحاول نبسطه قدر الإمكان، بس لو فهمته أنا رأيي علشان تفهم المحاضرة دي روح اسمعها 5 مرات. روح اسمعها 5 مرات، أنا عن نفسي عشان أفهم الموضوع ده كده قعدت 15 مرة. خلاص؟ فعلشان كده تاني. علشان توصل للنقطة اللي إحنا بندور عليها بالكباستي سبيكترم، أنا قلت لك أنت تملك ده من البوش أوفر وتملك ده بان انت حولته بدل ما هو كان ديماند خدمته ديماند سبيكترم وهكذا. طيب هتعمل بيهم ايه؟ قلت لك هتفرض نقطه، يعني الحل بيبتدي بالاسامشن. هفرض نقطه واجيب الايكويفالنت ستيفنس ومنه اجيب بيرنج، وبعدين من النقطه اجيب دامبنج اعمل بيه ايه؟ ازوده على 5% فاجيب ريسبونس سبيكترم جديد. اقوم داخل بمين؟ بالبيرنج. على مين؟ على الريسبونس سبيكترا الجديد اللي انا جبته. اروح جاي لمين؟ سبيكترا الاكسلريشن. اعمل بيها ايه؟ اكسلريشن، تعرف تخليها تبقى فورس. اعمل بيها ايه الفورس؟ بخش على نفس الكيرف ده اللاين ده، جبت نقطه. طب الديسبليسمنت عند النقطه دي بكام؟ القيمه دي. امال انت فرضته بكام؟ فرضته بدي. مش صح. تعالى ناخد نقطه ان بتوين هنا على الكيرف هنا وهو هيعمل باي لينير، واقوم راسم السكن واجيب دي جديده واجيب دمج ازوده على الدمج اللي جه فينزل اكتر، واقوم داخل بالتيك جديده جايب اكسلريشن رايح محولها لفورس، واخش على السكن الجديده اللي انا رسمتها وانزل للنوب هلاقيني قربت منها شويه بس ما زلت ما جبتهاش، ويفضل يا جماعه يعيد ويزيد يعيد ويزيد لحد ما تنطبق النقطة اللي انت هتكون فرضها بالنقطة اللي هو هيجيبها. امسك، هي دي البرفورمانس بوينت. هي دي النقطة اللي ايه؟ اللي مصدعانا من الصبح. هي دي النقطة اللي بتمثل الديفورميشن اللي هيحصل للمبنى لما يأثر عليه الزلزال ده. ادي يا جماعة طريقة الكباستي سبيكترم ميثود اللي بنسمي فيها النقطة البرفورمانس بوينت. الطريقة بقى الثانية والأخيرة اهيت. الطريقة الثانية والأخيرة اللي هي طريقة الكوفيشنت ميثود. دي قلت لك موجودة فين؟ قلت لك موجودة في الفيلا. والأسكي دي اس سي اي. طيب إيه اللي بيحصل في الطريقة دي؟ أنا أديتي في الطريقتين حاجة واحدة، أنا أملك البوش أوفر كيرف وأملك مين؟ الديماند. آدي الزلزال وآدي المبنى. طيب هتعمل إيه في الطريقة دي؟ هفرض الديسبليسمنت، وقلت لك لازم بدايتك بفرض. فرضت الديسبليسمنت هي النقطة دي، أنا تخيلت إن هي دي اللي أنا بدور عليها. حول باي لينير كيرف، حولت باي لينير كيرف. أجي أقول لك بقى مش أنت آدي الباي لينير كيرف اللي أنت رسمته؟ شايف المتر كمان، الباي لينير كيرف ده يا جماعة هو بالنسبة لك بدل هو البوش أوفر كيرف، يعني حضرتك تقدر ترمي البوش أوفر كيرف دلوقتي وتتعامل مع ده. تقدر تجيب لي بقى الإنيشال ستيفنس، الإنيشال ستيفنس بتاعة الكيرف اللي هو الباي لينير اللي أنا رسمه اللي هي دي. الانيشال ستيفنس في البدايه اهي، فدي هي مين؟ الكي نوت الانيشال اللي منها حضرتك هتجيب مين؟ التي نوت. طيب هتعمل بيها ايه التي نوت؟ هتاخد حضرتك التي نوت دي وتروح داخل هنا بالتي نوت على طول، بس لما هتطلع تخبط في الكيرف، الكيرف ده بكام؟ 5%. طب الكلام ده صح؟ ايه الطريقه اللي بتقول لك اعتبره صح؟ يا عم ما المفروض هيزيد، يا سيدي اعتبره صح وهقول لك تبقى تعوضها بايه؟ يبقى الطريقه دي يا جماعه بتقول لك ايه؟ بص بقى انا هو انا مش شغال الا بالدمبنج ال 5%. وانا عارف ان الكلام مش مظبوط، بس هقول لك هتعوضه بايه؟ يبقى انت حسبت التي انيشيال ودخلت بيها على الريسبونس سبيكترم ال 5% وجبت اكسلريشن، قمت خدت الاكسلريشن دي حولتها لفورس. قمت داخل على نفس الكيرف ده جبت النقطة دي. قبل بقى ما تقول لي قارن النقطة دي بالنقطة دي، الطريقة بقى يا جماعة تكون واخدة النقطة دي تقول لك لا استنى، دي النقطة دي أصلاً جاية من الإلاستيك. ليه يا عم جاية من الإلاستيك؟ لأن حضرتك أصلاً شغال على ريسبونس سبيكترم 5%. حضرتك بقى تكون واخد النقطة دي ضاربها في كام كوفيشنت كده، سي 1 وسي 2 وسي 3، بحيث إن كل سي من الثلاث سيهات دول بتاخد تأثير حاجة. يعني سي منهم تاخد تاثير الدمبنج اللي حضرتك نفضت اللي انت متاكد ان هو اكتر من 5% وعملت نفسك مش شايفه. سي ثانيه منهم بتاخد تاثير البي دلتا افكت اللي حضرتك المفروض تاخدها معاك في الاعتبار وما انتش شايفه. سي ثالثه تاخد تاثير يحول بقى الموديل من مالتي ديجري اوف فريدم لسنجل ديجري اوف فريدم، فالطريقه دي مكبره دماغك.
اشتغل يا عم على 5% وهات النقطه دي، ولما تجيب النقطه دي ابقى اضربها في الكاب اوفيشال اللي انا هديهم لك دول، فساعتها القيمه بتاعت الديفورميشن هتزيد شويه. امسك بقى النقطه دي، هل هي دي عندها الديسبليسمنت اللي انت كنت فرضه؟ ان كان خير وبركه، ان كان لا تختار نقطه تاني وتعيد تاني وتعيد تالت وتعيد رابع لحد ما تلاقي النقطه اللي انت هكدها انطبقت تماما مع النقطه اللي انت كنت فارضها، تبقى هي دي وفقا للطريقه دي التارجت ديسبليسمنت. يبقى ادي يا جماعه طريقه التارجت ديسبليسمنت، وادي طريقه البرفورمانس بوينت سواء اللي موجوده هنا او اللي موجوده هنا. بكده الجزئيه دي خلصت. نختم بقى كلامنا. لو حضرتك دلوقتي عايز تروح تعمل الكلام ده على اي سوفت وير، ده يا جماعة مبنى، المبنى ده على فكرة او اللي هقوله دلوقتي جاي من بحث كنت عامله، كنت نشر تقريبا في 2016 او 2017، كان على موضوع البوش اوفر اناليسيس. ده كان البحث دوت تقريبا جايب مبنى هو كان فيه 12 دور، ال 12 دور دول لازم المبنى يا جماعة يتصمم، لازم لما تعمل الموديل على الكتاب لازم يكون الموديل داخل، يعني ما ينفعش اروح اقول له هات لي البوش اوفر كيرف وانا اصلا مش مصمم الاعمدة والكمرات وعارف قطاعاتهم وعارف حديدهم والكلام ده كله، لان هو كله مبني على اليلد والكلام ده كله، هيعديه ولا مش هيعديه، فمحتاج حديد ومحتاج قطاعات. فعلشان كده رحت صممت كل العناصر الانشائيه في المبنى ده وفقا للايه؟ للجدول اللي قدامك ده، وحددت المنطقه اللي فيه. كل الكلام ده ما عندناش فيه مشكله، كل الكلام ده ما فيش مشكله، لكن دي خلاصه الداتا اللي كانت موجوده في البيبر ديت. طيب وبعدين رحت قلت لك عرف اللود باترن، عرفت بقى اللود باترن التقليدي اللي كلنا بنعرف ندخله، فما عندناش مشكله في دي. اجي هنا بقى اقول لك عرف اللود كيس، وفي ثلاثة لود كيس بقى حضرتك لازم تعرفهم، واحده اسمها الجرافيتي، واحده اسمها بوش اكس، واحده اسمها بوش واي. اصل خلي بالك ان المبنى بتاعي ما كانش متماسك، اكيد لما ازق المبنى في الاتجاه ده هيطلع له بوش اوفر كيرف غير البوش اوفر كيرف اللي هيجي لما ازق في الاتجاه الثاني. فعلشان كده بنقول ايه؟ بقول لحضرتك هتعمل كيس واحده اسمها جرافيتي، واحده اسمها بوش اكس، واحده اسمها بوش واي. طب الجرافيتي دي هتحط فيها ايه؟ الجرافيتي دي هتحط فيها ايه؟ الجرافيتي دي هتحط فيها الديد واللايف العادي بتاعنا، ما عنديش برضه ايه؟ مشكله، لكن الاهم البوش اكس دي بقى اللي هتحط فيها ايه؟ وتعالى نركز فيها شويه. البوش اكس دي انا سميت كيس اسمها بوش اكس، هيجي يقول لي اللود كيس تايب، هقول له انا شغال نان لينير ستاتيك، نان لينير ستاتيك بين قوسين بوش اوفر اناليسيس. النان لينير ستاتيك يا جماعه البرنامج بيسميها ايه؟ بوش اوفر اناليسيس. ايه ده هو البوش اوفر اناليسيس طريقه نان لينير ستاتيك؟ ليه نان لينير؟ عشان هي بتجيب الكيرف ده. وليه ستاتيك؟ لان حضرتك اصلا بيقول لك لما بتزق انت بتجيب ده بحمل ستاتيك، اللي بيجيب لك الكيرف ده يا جماعه ستاتيك. فالطريقه بتاعت البوش اوفر اصلا اسمها نان لينير ستاتيك ميثود. خلاص؟ فبيجي هنا الراجل بيقول لك انت ايه نوع الكيس تايب اللي انت شغال عليها؟ فبقول له نان لينير ستاتيك. يجي هنا يسال حضرتك هو الانيشال كونديشن انت عايزني ابتدي منين؟ يعني عايزني اول لما الاقي المبنى ده عندي على المودل ابتدي ازق فيه على طول، ولا عايزني احط الجرافيتي لود الاول على المبنى وبعدين ازق؟ طبعا المنطق بيقول كده. هو الزلزال لما هيجي على مبنى فاضي ولا مبنى متحمل بالجرافيتي لود؟ فعلشان كده دي يا جماعه مظبوطه بالاختيار ده. بتيجي حضرتك تقول له انا عايزك تطبق البوش اوفر اكس اللي انا مديها لك دي بعد ما تحط الجرافيتي اللي انا لسه معرفه لك من شويه، عشان كده اخترت له اهو. ابتدي من حيث انتهى الجرافيتي، مش تبتدي من البدايه. طيب رحت عرفته دي، هنا بقى تعالى بص اللود ابلاي، الحمل اللي حضرتك عايز تطبقه على المبنى. لو رحت فتحت دي هتلاقي حاجتين، واحده اسمها اكسلريشن والثانيه اسمها مودل. مين المودل؟ لو انت عايز تخلي اللود باترن اللي يزق بيه كده. مين الاكسلريشن؟ لو انت عايز تقول له يا عم طبق لي زلزال وزق بالزلزال اللي انت هتحطه ده، فانا هنا هحط له اكسلريشن. طب هو انت عايزني احط لك الاكسلريشن دي في انهي اتجاه؟ مش انا مسمي الكيس دي يا جماعه اكس، فانا بزق في اكس فقلت له هي يو اكس. تعالى بص هنا بقى، مين السكيل فاكتور اللي انا حكيت لك عليها من شويه؟ قلت لك خدها سالب واحد. طب ولو ما خدتهاش سالب واحد غلط؟ لا مش غلط، بس هيجي لك البوش اوفر كيرف مرسوم كده. ليه؟ لان هو راح زق المبنى ازاي؟ زق المبنى في الاتجاه ده. فحضرتك جاله الكيرف كده؟ لا يا عم حط لي انا سالب واحد، خلي اليو دبل دوت جي ماشيه كده علشان المبنى يتحرك كده، فتقوم جايب لي انت البوش اوفر كيرف بتاعك ماله؟ معدول. يبقى ادي دي، فعشان كده قلت له السكيل فاكتور هنا بواحد. طب تعالى هنا بقى اللود ابلكيشن، اللود اللي انت هتحطه عايزه يكون فول لود
ولا displacement control؟ انا قلت لك في مرحله من المراحل هيسالك علشان يرسم الكيرف انت عايز نشتغل فول لود يعني لود كنترول. displacement control هي دي اللي احنا مسمينها displacement control. اقول له ده انا برسم البوش اوفر كيرف، لا لو سمحت انا شغال displacement control. طبق مسافات متساويه وانت استنتج بقى قيمه مين الفرصه اللي محتاجها علشان تمشي كل مسافه متساويه. يبقى displacement متساويه ولكن اللود قيمته هي اللي متغيره. فروحت وقلت له هنا يا جماعه displacement control. طب يجي هنا يقول لك هو انت مين النقطه، مش انت بترسم علاقه بين الفورس والديسبليسمنت، مين النقطه اللي عايزنا نرصدها لك وقيس لك الديسبليسمنت بتاعتها؟ بقول له النقطه اللي فوق خالص في الروف، اعلى نقطه في المبنى. طب عايزني افضل ازقها لك لحد امتى؟ ايه ده، هو انا اللي اقول له زق لحد النقطه دي ما تروح لفين؟ هنا يا جماعه بيحصل حاجه من الاثنين. اولا الديفولت بتاعه، يعني لو انت عملت الموديل ومسكته كده ورحت بصيت على الرقم ده بيمثل ايه، هتلاقي الرقم ده بيمثل 4% من ارتفاع المبنى. يعني شوف المبنى بتاعك انت كنت مدخله للكتاب بقد ايه، هتلاقي الديفولت بتاعه انه بياخد 4%. طب ايه بقى الكلام؟ الكلام اللي هو دلوقتي بيقول لحضرتك انت عايزني لما ازق المبنى ده عايزني اوصله للفيلير ولا لحد قيمه معينه وصلت لها؟ هو احنا اصلا في الديزاين التقليدي بتاعنا بنسمح بدريفت قد ايه للمبنى؟ 2%. طب انا بقى بروح اقول له ايه؟ مش انا اللي بقول له، هو متبرمج اصلا على ايه؟ هو بيقول لي بص انا هفضل ازق لك المبنى ده لحد ما يوصل دريفت 4% من ارتفاع الايه؟ من ارتفاع المبنى، او الدريفت ده قيمته ايه؟ 4% من الاتش، وهفضل بقى ازق لحد ما اوصل لايوم ما اقرب. ما انا ممكن اصلا قبل ما اوصل ل 4% المبنى يكون حصل له فيلير ووصل للان ستابيليتي وخلص وينتهي البوش اوفر كيرف، وممكن اوصل ل 4% وما اكونش خلص خلاص، اقول له بقى ما تكملش، انا يكفيني ان انت جبت لي البوش اوفر كيرف لحد ما تكون النقطه اللي فوق دي الدريفت بتاعها 4%. فعلشان كده لو انا سبتها على الديفولت بتاعها هو بيعمل الاتي، يفضل يزق في المبنى ويوقف شغل او يوقف اناليسيس او يوقف الران لحد ما يوصل لايوم ما اقرب 4% من الاتش، او يحصل انستابيليتي للايه؟ للمبنى. فعلشان كده احنا في الغالب خلاص، ما انا كونك ان انت وصلت ل 4% ولسه المبنى ممكن يكمل مش فارقه معايا حاجه، انا اصلا لحد 2% ما بقبلش المبنى، اخرج لحد 2%. فعلشان كده بقول لك هتلاقي القيمه دي 4% من ايه؟ من الاتش. ادي اهم الحاجات يا جماعه في البوش اكس. البوش واي بتعمل نفس الكيس دي، ولكن الاختلاف الوحيد فيها ان انت هنا بتقول له اكسلريشن بس اللود نيم يو واي، كل حاجه زي ما هي. يبقى انا عملت لود كيس اسمها جرافيتي، وعملت لود كيس اسمها بوش اكس، وعملت لود كيس كمان اسمها ايه؟ اسمها بوش واي. اجي بعد كده، طيب انت كده ظبطت الدنيا في ان انت الكيرف يترسم باللي انت عملته ده، كده الكيرف يترسم، لكن لحد دلوقتي فين بقى البلاستيك هينجز وفين هتوصل لفين والكلام ده كله؟ تيجي بقى حضرتك لحد اللحظه دي انت لسه ما حطيتش اي هينجز في المبنى، تيجي تقول له بقى انا عايز اساين للاوتو بلاستيك هينج دلوقتي في المبنى اللي عندي، يعني هتساين البلاستيك هينج دي فين؟ في البيمز والكولومز. تيجي حضرتك تعمل ايه؟ تختار كل الكاميرات اللي موجوده في المبنى عندك. اخترت كل الكاميرات اللي في المبنى عندك. وتيجي تقول له بقى انا هحط الهنج بتاعتي على مسافات 0 و1. 0 و1 دي يا جماعه ريلاتيف ديسبليسمنت، يعني في بدايه الكاميرا وفي نهايه الكاميرا. لو سمحت انا هعمل اساين لكل البيم اللي عندي، وكل البيمز اللي عندك دي روح اعمل عند 0 وحط هنج عند 0 وحط هنج عند 1 ريلاتيف ديسبليسمنت، يعني في بدايه ونهايه كل الكاميرا. طب انت ليه اخترتهم مرتين؟ ليه 0 و1 و0 و1؟ لان انا مره هقول له في اكس ومره هقول له في واي، يعني لو فتحت لكم كده اي واحده من دول يا جماعه، لو فتحت اول واحده مثلا اهي، تيجي هنا بتقول له ايه؟ بتقول له انا هنا هحط بلاستيك هينج في بدايه الكاميرا لان هو عند الزيرو، والديجري اوف فريدم بتاعتي ام 3، يعني واضح ان هيرسم لي البلاستيك هينج دي العلاقه بين الام والثيتا، بس انا في الاخر شغال في انهي اتجاه؟ بوش اكس، يبقى ادي عند الزيرو. طب متوقع لما افتح الواحد هلاقيها اخت دي. طب متوقع بقى لما افتح الزيرو دي هلاقي دي بوش واي. طب ولما افتح الواحد دي هلاقي دي بوش واي. يبقى كما لو كان دي في بدايه ونهايه الكاميرا ودي في بدايه ونهايه الكاميرا، دي لما بزق في اكس ودي لما بزق فين؟ فور. علشان كده انا بعمل 0 و1 و0 و1 2 لاكس و2 لمين؟ لواي. وهو ده اللي حصل، هم الاربعه بتوع البيم. طب مش بس البيم، طب والكولومز؟
لو سمحت تعالى في بداية ونهاية كل عمود وحط لي هنج. راح الراجل حط لي في بداية ونهاية كل عمود هنج. طب والهنج دي؟ هقول له برضو الهنج ديت في البداية والنهاية، واتنين مرة بوش اكس واتنين تانيين هم بوش ايه؟ بوش واي. يبقى حضرتك كده بص المبنى بتاعك يا جماعة، بعد ما عملت الكلام ده مسك المبنى بتاعك كله خلق لك بلاستيك هنجز فيه. رحت خدت لك حتة بس علشان حضرتك تشوفه اهو، زودت لك عليها المنظر اللي حضرتك شايفه ده. ادي يا جماعه شكل الايه؟ البلاستيك هنجز في الكاميرات وفي الاعمده على كامل الطول بتاع المبنى. مستني اشوف بقى لما ادخل على المبنى ده البوش اوفر كيرف اللي انا عرفته من شويه في اكس وواي، ايه اللي هيحصل في الهنجز دي؟ كام واحده هتوديني للاميديت اكيوبانسي، وكام واحده هتوديني لللايف سيفتي، وكام واحده هتوديني للكولابس بريفنشن. وهو ده اللي حصل. رحت وقلت له بقى اعمل لي رن. الرن هنا بقى يا جماعه هيتم لمين؟ للثلاثه كيسز اللي حضرتك دخلتهم، الجرافيتي والبوش اكس والبوش واي. حضرتك بقى تعمل رن وتخرج بقى تسافر لك كده يومين ثلاثه، وتيجي بعد ثلاث ايام تشوف ايه اللي حصل. الرن بياخد وقت غير طبيعي. يعني الرن يا جماعه بتاع الموديل ده كان تقريبا، الموديل اللي قدام حضراتكم ده لما كنا بنعمل له رن كان ممكن يقعد يوم ونص ويومين يفضل شغال. كم ترايلز غير طبيعيه علشان يحل مبنى زي ده. فعشان كده بقى بقول لك ايه، تقدر حضرتك تخرج لك كده خروجه حلوه وتسافر لك سفريه حلوه وترجع تشوف بقى بعد ما حضرتك خلص الرن ايه اللي هيحصل. طب الراجل راح خلص الرن، ممكن بقى تعرض لي شكل البوش اوفر كيرف في اتجاه اكس؟ قال لي اتفضل، ادي البوش اوفر كيرف في اتجاه واي اكس. طب ممكن كمان نعرضه في اتجاه واي؟ اه. طب هو انت شكل البوش اوفر كيرف ده تفهم منه ايه؟ افهم منه ان انا لما سددت اكس واضح ان المبنى فضل يتزق 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 لحد ما وصل للفيلير. ايه ده؟ واضح ان الاكس اضعف من واي. واضح ان الاكس يا جماعه وصل للفيلير قبل ما يوصل لل 4% اللي انا كنت محددها له. مش انا قلت له ابدا زق لحد ما الروف ديسبليسمنت تبقى 4% من الاتش؟ من شكل الكيرف ده كده يقول لي ان هو تقريبا حصل له فيلير قبل ما يوصل للقيمه دي، لكن واضح ان المبنى ده في واي اقوى. بص المبنى ده في واي يا جماعه، بص الكيرف وصلني لفين او كان شكله ايه؟ شكله حاجه بالمنظر ده. طب والكيرف ده كمان يديك انطباع بايه؟ يديك انطباع ان المبنى بيحصل له ديجريديشن. بص الاستيفنس بعد شويه قلت، بعد شويه قلت، وهكذا. تفضل الاستيفنس تقل، فالمبنى واضح ان انت كل ما قاعد عمال تاثر عليه بالفورس بيحصل له ايه؟ ديجريديشن. فالراجل دلوقتي وصلك للبوش اوفر كيرف، فاضل لك بس مين؟ النقطه اياها. هتبتدي بقى حضرتك تقول له ممكن بقى، انت طبعا بتبتدي تختار له انت عايز بقى تشتغل بالكباستي سبيكترم ولا الكوفيشنت ميثود. وان كان في طريقتين دلوقتي موجودين تاني للكلام ده، واحده موجوده في الكود الاوروبي تقريبا اسمها الان ميثود، طريقه تانيه لحساب النقطه بتاعت البرفورمانس بوينت دي، واحده تانيه كانت موديفيكيشن، عملوا موديفيكيشن في الطريقه بتاعت الكوفيشنت ميثود. فعلشان كده الفيرجنز الجديده بتاعت الاتاب هتلاقيه بيخير حضرتك بين اربع طرق. عايزني كوفيشنت ميثود ولا كاباستي سبيكترم ميثود ولا الان 2 ميثود ولا طريقه مش عارف طريقه ثانيه حصل بعض التعديل للطريقه بتاعت الكوفيشنت ميثود. مش هدف بقى دلوقتي خلاص. المهم في الاخر انا عايز اوصل النقطة. قام هيروح الراجل يقول لي اتفضل يا عم، النقطه اللي انت بتدور عليها اللي هي تقاطع الديماند مع الكاباستي بعد ما قعدت اعمل ترايل كتيره جت للنقطه دي. طب والناحيه الثانيه في واي جت للنقطه دي. طب والنقطه دي انا هقراها منين؟ ولا تزعل نفسك، هاجي ادي لحضرتك اقول لك اهو بعد الترايل الكتير ادي الكباستي كيرف وادي الديماند كيرف ووصلت لنقطه البرفورمانس بوينت. اتفضل يا عم البرفورمانس بوينت اهي. كان البيز شير عند البرفورمانس بوينت ده تقريبا 4900، وكان الروف ديسبليسمنت عند البرفورمانس بوينت دي 12.6 من 10 سم. يعني النقطه دي، خلي بالكم يا جماعه، النقطه دي لا تعني فيلير لمبنى ولا حاجه. النقطة دي تعني الزلزال ده لما يأثر على المبنى ده هيسبب له الشير ده، البيش شير ده، ويسبب له الروف ديسبليسمنت دي. طيب ساعتها يقوم مدي لحضرتك جدول يقول لك بقى أنا المبنى ده احتاج إن أنا أزقه كده بتاع 8 مرات عشان أوصلك للكيرف اللي أنت شايفه بتاع البوش أوفر كيرف ده، احتاج تزق الثانية الثالثة الرابعة بالمنظر ده. كل واحدة من دي على فكرة بنسميها ستيب أو ساعات بنسميها إيفنت. خلاص فجبت زق ايه؟ مع كل زقه كانت الديسبليسمنت بكذا، ولما اديت المبنى اول زقه اتولد فيه الاول. هو انا كنت كرييت عملت كرييشن لكام هنج في المبنى؟ عملت 1488. فاكرين لما اخترت الكاميرات كلها والاعمده كلها؟ لما راح الراجل على طول لقى 1488. بعد اول زقه
ال 1484 انش كانوا في بدايه الكيرف ما بين النقطه ايه والنقطه بي اللي هي ايه يا جماعه؟ ما بين ايه وبي. لان كل الهنجات دي في المنطقه دي هم بس هيبقى اربع هنجات اللي راحوا من البي للاي او اللي راحوا من هنا لهنا. يعني بعد اول زقه يا جماعه المبنى تقريبا شبه مزاد الاصلي. طب بعد ثاني زقه يقول لك ال 1484 دول بقى منهم 1298 من هنا لهنا. واتولد كام بلاستيك هنج؟ اتولد من البي للاي او مش عارف 190 وما اتولدش حاجه بعد كده وهكذا. طب هحكم بقى على البرفورمانس بتاع المبنى ده هو 100 في الثلاثه على اي اساس؟ اقول له تعالى هو انت بتشير هنا عند البرفورمانس بوينت كانت بكام؟ 4900. تيجي حضرتك تدور كده لا ده اسم الاسم ادي البيش اهو 4900 تقريبا او 4800 اللي هي عند القيمه دي. واضح ان الكلام ده حصل عند الزقه الثالثه عند ثالث ستيب عند المرحله الثالثه. طب في المرحله دي اتولد كام بلاستيك هنج؟ في المرحله دي اللي هي عند قيمه البشير اللي عند البرفورمانس بوينت اتولد 1136 هنج من ال بي واتولد 104 من البي للاي او واتولد 148 من الاي او للال اس واتولد 100 من الال اس للسي دي. طب ايه القرار بتاعك؟ قراري ان الاوفر اول بيرفورمانس بتاع المنشأ ده ما دام انا عندي هنج تعدت اللايف سيفتي لكن ما زالت قبل الكولابس بريفنشن يبقى الاوفر اول بيرفورمانس بتاع المنشأ ده كولابس بريفنشن. ادي يا جماعه تقييمي للمبنى ده هيوصل الزلزال ده لما ياثر على المبنى. على فكره لو كنت في البيبر دي كنت مشتغل على نوعين من الزلازل او مش نوعين شغال على واحد شدته او البيك جراوند اكسلريشن بتاعته مره 15 من 100 جي ده وصلني المبنى للقيمه دي واشتغلت على واحد بقى اخير كان 3 من 10 جي اكيد هيضيع بقى المبنى لان انا ده وصلني تقريبا للكولابس بريفنشن. وادي على فكره البلاستيك هنج يا جماعه مع كل مرحله يعني بصوا مع اول زقه هيلا اثنين هنج اتولدوا في الايه؟ في الكاميرات زقيت اكتر اتولد هنج اكتر بس بص اصلا الهنج دي حالتها ايه؟ وصلت لفين؟ يا عم ده هنا ما تقلقش في المرحله دي الهنج دي يا جماعه اهو جايه باللون ده فانت ما زلت في المرحله دي. طب اديت زقه اكتر اه ظهر هنج اكتر لكن ما زالت برضه فين؟ هنا. زقيت بقى وصلت للستيب ثلاثه اللي هي اللي كانت بتعنيني اه ده انت اتغير لون الهنج اللي كانوا موجودين هنا باللون ده لا اصبحوا وحصل فيهم ديفورميشن اعلى ووصلوا لمرحله مين؟ اللايف سيفتي وبعد كده جالي هنا الميديا كيوبانسي وبعد كده جالي هنا لسه عند البيت مرحله البلاستيك علشان كده كان القرار هنا ان المبنى بتاعي وصل لمرحله الكولابس بريفنشن. لما رحت بقى حطيت 3 من 10 جي اهو بص هنا يا جماعه البيك جراوند اكسلريشن 3 من 10 جي. طيب 3 من 10 جي جاب لي البرفورمانس بوينت البيشير كام؟ 6100 تقريبا. على نفس ده عايز اشوف كده هو لما يحصل بالشير 6100 يا ترى وضع البرفورمانس بوينت هيكون ايه؟ يجي يقول لك 6100 دي 6400 يبقى دي اقرب واحده انا شغال عليها. ايه بقى اللي هيحصل؟ ادي شويه من ال بي وشويه من بي للاي او وشويه من الاي او للال اس وشويه هنا بس حصل مشكله ان انا لقيت عندي اثنين انترميديت هنج وصلوا من سي لدي. سي لدي دي يا جماعه يعني ايه؟ يعني ايه؟ ايه معنى الكلام ده؟ ان في مشكله في المبنى ده، في فيلير هيحصل عند بلاستيك هنجز معينه، طب ممكن اروح اشوف التو بلاستيك هنجز اللي جابهم لي دول جابهم فين؟ اروح داخل على الموديل. لقيت بصوا يا جماعه للاسف التو هنجز اللي جولي في مرحله من سي دي اللي هي عند الكولابس جم هنا اللي هو يقول لك بالظبط جت في مقتل، جت لك في نهايه العمود من تحت. بصوا جت لي فين؟ لما اوصل للبشير ال 6000 دول هلاقي ان في عندي هنا مشكله في العمود ده فعلشان كده انت كده وصلت لمرحله الكولابس. طب انا بقى كديزاينر ايه المطلوب مني؟ تقول حضرتك رايح عامل تدعيم للمنطقه دي انت كنت عامله بقطاع معين بكميه حديد معينه هتزود القطاع وتزود الحديد علشان لما تعمل رن تاني لازم الهنج الصفراء دي تتشال، لازم تخرج بره مرحله مين؟ بره مرحله الفيلير بالمنظر ده، يبقى كده حضرتك قدرت تعمل اسسمنت للبرفورمانس بتاع المبنى. شكرا.
اتمنى بقى يا جماعه تكون الموضوع يعني قربنا الفكره شويه، وان شاء الله المحاضره هتكون موجوده على السايت بتاع الاي ار اي بتاعنا بتاع الكليه عشان تبقى متاحه للجميع، والفيديو ان شاء الله هيكون برضو موجود على نفس السايت، لان ناس كتيره كانت عايزه تيجي وما كانوش قادرين ييجوا، فان شاء الله الكلام ده كله هيبقى متوفر، وان شاء الله نتقابل بقى في ايفنت جديد. شكرا.